فريق الادلاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد من ملعب الأهلي، وحشتوني جدا، بقى لي فترة ما طلعتش مع حضراتكم. في البداية لازم أشكر زميلي وأخويا عبد الحميد حسن ميدو، شكرا جزيلا على اليومين اللي قضاهم في ملعب الأهلي، منتهى الكفاءة، شكرا جزيلا ميدو. الحاجة التانية كمان لازم نقول إن الأهلي على موعد مع التاريخ، بكرة إن شاء الرحمن بإذن الله تعالى بعد ساعة من دلوقتي إن شاء الرحمن الأهلي يبقى في نص النهائي بإذن الله لمواجهة بإذن الله تعالى الفائز من وفاء الصيف والوداد اللي انتهى شوطهم الأول بالتعادل السلبي 0-0. النهاردة بيخرج من أكبر مفاجآت البطولة الإفريقية 2018، بيخرج مازيمبي من على أرضه ووسط جمهوره مع تعادل إيجابي مع أول أغسطس 1-1، وكانت المباراة الأولى اللي كانت في أنجولا انتهت 0-0. في أكبر مفاجآت البطولة على الإطلاق، وزي ما بتقولوا دايما وبنقول احنا معاك وبنأكد، كرة غدارة، يوم مش على مستوى مازيمبي خالص، لا من حيث التوفيق ولا الأداء ولا أي حاجة إطلاقا تخص بكرة القدم، غير أن ربنا سبحانه وتعالى عايز أول أغسطس يصعد. تخيلوا مازيمبي النهاردة في أول 12 دقيقة بيحرز هدف، وبعدين بيضيع ركلتين جزاء، يعني كانت كفيلة واحدة فيهم أن هي تصعد بمازيمبي لملاقات الترجي اللي تفوق وكمان على رفيقه وصاحبه و من الديار التونسية النجم الساحلي 1-0 بعد اللقاء الأول اللي انتهى بفوز الترجي في رادس 2-1. يبقى أول أغسطس في مواجهة عنيفة جدا مع الترجي التونسي قبل نهائي بطولة أفريقيا 2018-2019. لكن وفاء الصيف متعادل دلوقتي مع الوداد، ودي مباراة طبعا بتهمنا بالتأكيد. توني الأنجولي الحارس مرمى أول أغسطس، يعني بيثبت أن حارس المرمى مش بالضرورة بس يكون نص الفريق، ده هو كل الفريق في بعض الأوقات. اللي قدامكم على الصورة ده النهاردة أنقذ فريقه أول أغسطس من ركلتين جزاء، من ركلتين جزاء وعشر محاولات حقيقية على المرمى، عشر محاولات بجد بلا مبالغة، عشر محاولات لو واحدة فيهم دخلت كانت يعني لا يسأل عنها خالص توني. ده اللي قدامكم على الصورة بيثبت أن حارس المرمى هو كل الفريق في بعض الأوقات النهاردة. مازيمبي من الثانية الأولى للثانية الأخيرة يعني ضاغط بشكل كبير جدا على أول أغسطس، لكن هي كده كرة القدم. الثاني بيفوز على الأول في مباراة أنجولا أو أول أغسطس مع مازيمبي، والثاني بيفوز على الأول في مباراة الترجي مع النجم الساحلي، والثاني لحد دلوقتي متفوق على الأول اللي هو وفاء الصيف مع الوداد المغربي. لنا عبرة، ما ينفعش نتفرج على المباريات كمشجعين او متابعين او ناس يعني بتشخ بتأزأز لب او بتاكل سوداني او بتشرب شاي وخلاص، لازم يبقى لنا عبره. عشان كده بقول لكل جماهير النادي الاهلي المؤازره والمسانده بكره من الثانيه الاولى للثانيه الاخيره، الملعب كله لازم يكون احمر، والتذاكر نفدت، العشر تذاكر او العشر تلاف تذاكر كلهم بقوا موجودين في مدرجات الاهلي في استاد السلام بكره باذن الله تعالى. وبقول لجماهير الاهلي او بقول للاعيبه الاهلي والجهاز الفني، لنا عبره في اول اغسطس مع مازيمبي، ولنا عبره مع الترجي في النجم الساحلي، وان كان الترجي طبعا متفوق دايما على النجم الساحلي، ومحظوظ الترجي ان هو يقابل النجم الساحلي على فكره، محظوظ قرعته ان هو يقابل النجم الساحلي. لكن كمان مش عايز من الجمهور انه يعمل ضغط على الفرقه من اول ثانيه لاخر ثانيه، آزر وشجع بس، احنا محتاجين المكسب، المكسب يجي 2-1، يجي 3-1، يجي 1-0، مش مشكلة، المهم المكسب. على العموم خلينا ننتظر بكرة، بكرة إن شاء الرحمن بإذن الله تعالى هيبقى يوم أهلاوي، بكرة أهلاوي، وده هاشتاج بتاعنا النهاردة. وفقراتنا النهاردة في ملعب الأهلي خليني أوزعها لكم كده، يعني هناخد
بعض الوقت في الاول كده على عمرنا ما شفنا كده، دي حاجه هتاخد مننا وقت قليل جدا. وبعدين حاجه تانية اسمها بكره اهلاوي هنتكلم فيها ونقول فكرتنا، وهاشتاج هيفضل موجود في ملعب الاهلي عشان مستمر على طول عشان بكره يبقى اهلاوي. وكمان هيبقى معانا رباعيات الاهلي على مستوى افريقيا، ومين اكتر فرقه محليه اتغلبت من الاهلي بعدد كبير من الاهداف من خلال التاريخ والارقام. كمان في نقطه، زي ما بننتقد الحكام وزي ما بنتكلم عن الحكام، لنا موقف مع محمد الصباحي وادائه الرائع في مباراه الزمالك وسموحه. في النص الثاني من ملعب الاهلي هيبقى تشكيله ملعب الاهلي النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، وكابتن احمد بلال. يوم اهلاوي خالص، وبكره اهلاوي خالص، ومستقبل اهلاوي خالص باذن الله. خليكم تابعونا معانا في ملعب الاهلي. استعين على الشقه بالله، او استعين على الشقه بالله يا رب. فقراتنا النهارده ومحبي النادي الاهلي، خليك معايا بقى، اديني ودنك كده طرطق لي ودانك عشان الكلام اللي جاي ده، والحد يعني الحلقه ما تخلص هيبقى مهم جدا جدا. عمرك شفت كده؟ لا ما شفتش. عندك 10 سنين، عندك 20 سنه، عندك 30 سنه، عندك 40 سنه، عندك 50 سنه، عندك 60 سنه، ايا كان عمرك، عمرك شفت في اي دوري في العالم، افريقيا، شمال افريقيا، وسط افريقيا، غرب افريقيا، امريكا اللاتينيه، اسيا، اوروبا، اي فرقه، اليابان في اسيا، اي دوري في العالم، شفت في حياتك رئيس نادي بيتكلم على منظومه تانية، او رئيس نادي تاني، او واحد في المنظومه اللي في النادي التاني، او واحد من الاداره التنفيذيه في النادي التاني، او لاعب في النادي التاني، او مسؤول بشكل عام في النادي التاني؟ ما شفتش. ممكن تحصل مره، ممكن تحصل مرتين، ممكن تحصل ثلاثه، ممكن تحصل اربعه، لكن طول العمر، طول العمر بالشكل ده، لا ما شفتش. الامر صعب، بقى صعب جدا. يعني لو انتوا بتتكلموا على الضغوط، او بتتكلموا على الاحداث، او بتتكلموا على الظروف، او بتتكلموا على التعصب، ايه اللي بنشوفه ده؟ ايه اللي بنشوفه ده؟ من غير غلط في حد، ومن غير تجاوز في حق حد، واحنا يعني هنقول اتربينا وتعلمنا وما بدأنا بتزعل ناس، يا عم مش مشكله، مش هنقول ده. لكن احنا متعودين على كده. محمود الخطيب هو رئيس النادي الاهلي في الوقت الحالي. محمود الخطيب سيادتك لا بالسباب ولا بالشتام ولا بالبذيء، يعني هو رئيس نادي لمؤسسة قروية على هي الأعظم والأكبر في التاريخ القروي الإفريقي العربي. حد يقدر يقول غير كده؟ لا. فلما تيجي تتكلم على محمود الخطيب، أو تتكلم بشكل عام على رئاسة النادي الأهلي، لازم الكلام يكون كويس، لازم الكلام يكون محترم، لازم الكلام يكون هادي جدا جدا، ودي كل واحد على قد حقه. يعني ادي واحد بحجمه ومكانته وشعبيته وأصله وتربيته وتاريخه وكل حاجة، قولها، قول قيمته الحقيقية. لكن رؤساء النادي الأهلي ما ينفعش أبدا 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 يكون التعامل معاهم بالشكل ده. حضرتك احنا مش ناويين نخش في اي معارك جانبيه، يا سيدي انت ابو المعارك، انت ابو المعارك، احنا ما بنخدش معارك ابدا ابدا، ما بنخدش معارك، لكن احنا بنعرف نجيب لعيبه تكسبك، تعرف تجيب منك اربع بطولات من خمس بطولات في الدوري انت كنت متولي الرئاسه بتاعتها، نعرف نعمل ده، نعرف نجيب الملعب او نجيب الكوره من الملعب او نجيب البطوله من الملعب، نعرف نعمل كده، انت ابو المعارك، لو ده بيبسطك انت ابو المعارك. لكن رئيس النادي بتاعنا ما بيدخلش ابدا مداخلات تليفونيه مثلا اكتر ما بيخش الحمام، يعني ده رئاسه النادي الاهلي المؤسسه القرويه الكبيره اللي موجوده على الساحه. ارجوك ارجوك، ما ينفعش يبقى كل كلامنا بالشكل ده، ما ينفعش يبقى التكلام على النادي الاهلي او على رموز النادي الاهلي او ما يمثل النادي الاهلي بالشكل ده، ما ينفعش ما ينفعش، لا تستقيم الامور بهذه الطريقه، ما ينفعش. بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم، شفتوا في حياتكم رئيس نادي الاهلي مثلا اتكلم على لعيب في اي نادي في مصر بالشكل ده مثلا في يوم من الايام، او اتكلم على رئيس نادي في مصر بالشكل ده في يوم من الايام، بالطريقه دي في يوم من الايام؟ لا ما حصلش. رئاسه النادي الاهلي حاجه تانية خالص، مكان تاني خالص. لكن رئاسه النادي الاهلي مش كل شويه هطلع في مداخلات تليفونيه، وزي ما قلت رئيس النادي الاهلي ما بيدخلش مداخلات تليفونيه اكتر ما بيخش الحمام، ما ينفعش ما ينفعش. فعشان كده احنا مش ناس في الدايره بتاعت حضرتك، ولا ناس على خلاف مع حضرتك، ولا حابين يبقى في خلاف مع حضرتك، احنا اللي بيني وبينك ملعب. يعني حضرتك تفوقت، اتكل على الله، مفيش مشكله، الف مبروك. احنا تفوقنا خلاص، احنا حضرنا بشكل كويس جدا، لعيبه، فرقه، استقرار، جهاز فني، مسؤولين، كل ده بنعرف نعمله. عشان كده يعني
قلت لحضراتكم مش هتلاقيها في العالم ابدا ابدا، والموضوع مش وليد الصدفه، ده الموضوع من فتره طويله جدا، لخمس سنين اللي فاتوا. والناس تطلع تقول احنا جبنا حق المهضوم لنادي كان مسيطر على البطولات ومقتحم البطولات وبيشتري اللعيبه وخد بطولات. طب خلينا نتكلم في الخمس سنين اللي فاتوا بس. الخمس سنين اللي فاتوا الاهلي خد اربعه دوري من اصل خمسه. حق ايه اللي رجع؟ دي كوره. حق ايه اللي رجع؟ الموضوع مش خناقه هي، ولا يعني هنروح للدايره بتاعه حضرتك، ولا الخناق بتاع، ولا حابين والله، ولا حابين والله نروح لدايره الخلافات والخناقات والتجاوزات والاهانات. مش بتاعتنا، مش بتاعتنا ابدا خالص. لكن ما ينفعش ابدا يبقى طريقه تحاور او طريقه كلام او طريقه توجيه بالشكل ده. انا ما بفهمش في اللائحه عشان تبقى عارف، يعني ما بفهمش في الموضوع اللوائح والجمعيات العموميه فما بتكلمش فيها. يعني فيها صراحه اكتر من كده ما بحبش اقول حاجه انا مش بفهم فيها. بحب اتكلم في الارقام، بحب اتكلم في البطولات، ما بحبش اتكلم في عدد من اللعيبه يتجاوز ال100 ولا ال120 ولا ال130 ولا ال150 وفي الاخر المحصله دوري من خمسه. ما بحبش غير كده، ما بحبش اشوف غير النتائج. كلمني في النتائج، كلمني على ارض الملعب. ولو ده الصح من الغلط، يعني الصح من الغلط ان حضرتك صح على طول على طول بالمبدا ده، لا يبقى التاني الاول فعلا، يبقى التاني البطل. لو ده صح يا جماعه في العصر اللي احنا عايشينه وفي الزمن اللي احنا عايشينه في الوقت الحالي ده، ان دي يبقى طريقه تعامل او طريقه توجيه كلام او رسائل لمنظومه او لناس كبيره جدا 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 في المنظومه الرياضيه، لا خلاص يبقى التاني البطل، مفيش مشكله. لو هو ده الصح، لو مقاييس او ميزان الحياه اختلف خلاص مفيش مشكله، يبقى ده التاني يبقى هو البطل. انا قلت الكلام ده ليه؟ لان هي مش وليد صدفه، هي الموضوع مش النهارده وبس، والموضوع مش موضوع الخطيب وبس او كابتن الخطيب رئيس النادي الاهلي وبس. الموضوع ممتد بقى له فتره طويله جدا جدا. الموضوع كرسي النادي الاهلي ما ينفعش، ما ينفعش. طب لو على الكرسي ده محمود الخطيب يا راجل، ده انت بتتكلم على حد لو نزل المنطقه نفسها ممكن ياخد اعلى اصوات اكتر منك لو نزل المنطقه دي نفسها. فما ينفعش، ما ينفعش. انا بقول بمنتهى الوضوح، ومش خناقه حضرتك ولا تجاوزات ولا اهانات ولا حاجه خالص خالص. بالعكس، احنا ممكن نبقى في عمر اولادك، ممكن نبقى في عمر اولادك، فما ينفعش. دي طريقه تعامل، مش هي دي البطوله ابدا ابدا. نلعب كوره. ريال مدريد خسر من برشلونه بس، خلصت. لا رئيس ريال مدريد بيتكلم ولا برشلونه بتتكلم، الملعب خلاص خلصت. تعالى لي خش لي في الملعب، الملعب. والناس اللي بتردد هقول مره ثانيه، احنا رجعنا الحق، احنا بقينا لينا ما اعرفش مين. طب بالارقام يا جماعه، طب من خمس سنين لو هو ده رجوع الحق بالشكل ده، ان انت تاخد دوري من نص خمسه، هو ده رجوع الحق؟ هو ده رجوع الحق؟ لا. مره ثانيه وثالثه وعشره، رموزنا وقيادتنا وكباتننا والناس اللي مسؤوله على النادي، سواء كان صالح سليم، بتكلم في الكوره، في الناس اللي مسؤوله الكوره، لكن في كمان رؤساء للنادي عظام جدا 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 جدا، ما بين قيادات عسكريه او كمان ما بين شخصيات عامه، لكن بتكلم في الكوره، صالح سليم، طارق سليم مع حفظ الالقاب بالتاكيد، حسن حمدي الخطيب، لا عيب. ما ينفعش اتكلم على حماده امام، انا ما ينفعش، ما ينفعش اتكلم على حازم امام، انا ما ينفعش، ما ينفعش اتكلم على ابراهيم يوسف، ما ينفعش، ما ينفعش اتكلم على فاروق جعفر، ما ينفعش، ما ينفعش. يعني في الاخر بتتهمونا بالتعصب، بتتكلمونا على تعصب. طب اللي بيحصل ايه ده؟ اللي بيحصل ايه في الوقت الحالي ده؟ او اللي بيحصل في الوقت السابق ايه؟ او اللي قبله ايه؟ او اللي قبله ايه؟ لو هي خناقات وسباب والكلام ده مش بتاعتنا حضرتك. وخلي بالك انا لا بتجاوز ولا هقدر اتجاوز ابدا. بس لو انت عايز لقب ابو المعارك، ابو المعارك مفيش مشكله، لكن خلينا كوره، تعالى كسبنا في الكوره، ولو كسبتنا هقول لك الف الف مبروك بالسلام، مفيش اي مشكله خالص. دي كانت حاجه في البدايه، اول نقطه كده. نخش على الاهلي. الاهلي بكره على موعد مع التاريخ. الاهلي هو اكتر نادي على مستوى افريقيا والعرب وصل لقبل نهائي دوري ابطال افريقيا، اكتر نادي عربي في الدول الممثله افريقيا يعني يوصل لقبل نهائي العرب، اوكي، او قبل نهائي افريقيا. كان رصيده قبل بكره ان شاء الرحمن 14 مره وصل قبل نهائي، 14 مره. بعديه على طول كان يجي مازيمبي ب 11 مره، مازيمبي خرج النهارده ففضل 11. بعديه على طول يجي الترجي ب 10، كسب النهارده الترجي وصل لل 11 متساوي مع مازيمبي. بكره ان شاء الرحمن الاهلي يكسب
الاهلي يكسب باذن الله بكره يبقى المره ال 15، وبعد كده لو الوداد كسب يبقى المره التاسعه، لو وفاء الصيف هو اللي كسب وصعد يبقى المره الخامسه لوفاء الصيف، والزمالك يجي اخيرا في المركز بتسع مرات بعد الترجي وبعد ما زنبي. فدي كانت اول واحده تدريبات للنادي الاهلي. فالاهلي بكره على موعد مع التاريخ، احنا عاملين تصور كده لوصول الاهلي لدور قبل النهائي بعدد معين من البطولات. سمير عرضه لنا لو عندك، يعني لو متاح. فده وصول الاهلي، فالاهلي على موعد مع التاريخ. المباريات الافريقيه والليله الافريقيه، الاهلي وصوله يا سمير، الاهلي وصوله افريقيا، يعني وصل دور قبل النهائي يا سمير. ف 15 مره الاهلي وصل للدور قبل النهائي، مقابل 11 مره لمازيمبي بعد خروجه النهارده، وقف رصيده او تجمد رصيده عند 11 مره، والترجي النهارده كان 10 بعد ما كسب النجم الساحلي، بقى 11. وفاء الصيف لو كسب النهارده اهو كده الاهلي زي ما انتم شايفين على الشاشه، الاهلي بعديه يجي على طول مازيمبي، ثم الترجي متساوي الترجي ب 11، وبعدين الزمالك بتسع مرات. فالاهلي على موعد مع التاريخ. طيب خش بقى لمحمد صباحي قبل ما نشوف بكره اهلاوي، وبكره اهلاوي ولازم تتفاعلوا كل اهلاوي وزملكاوي. ايه؟ لا لسه، فخلينا نمشي مع بعض، يعني خلينا نمشي مع بعض. خلينا نقول ان محمد الصباحي مثلا، كنت انا هتكلم في جزئيه لمحمد الصباحي، زي ما انتقدنا الحكام بشكل كبير قوي قوي قوي، فمش مساله قسوه على الحكام وبس، لما يبقى في حاجه كويسه لازم نشير ليها. محمد الصباحي عمل مباراه عمره في مباراه الزمالك وسموحه، مش مساله ان هو كان احسن واحد في الفرقتين، يعني احسن من فرقه الزمالك واحسن من فرقه سموحه على المستوى الفني كاداره تحكيميه رائعه جدا جدا، لكن هتكلم على موقف حسام حسن نجم سموحه اللي اتعادل في الدقيقه 86. محمد الصباحي كان اكثر منه نجوميه لما حسب بنالتي في الدقيقه 92، والموضوع هنا مش موضوع انه حسب على الزمالك بنالتي، طب ممكن يحسب على الاهلي بنالتي وبرضه يبقى كويس ويبقى هايل جدا لو كان بنالتي صحيح، مفيش مشكله اطلاقا، واحنا بنقولها على نفسنا قبل ما نقولها على غيرنا. لو بنالتي على الاهلي في الدقيقه 95 يحسبه، ما تترددش ابدا. لو في الدقيقه 97 لو في وقت بدل ضايع ممتد يعني احسبه، ما تترددش ابدا. فهنا محمد الصباحي له كل الاشاده والتقدير انه حسب بنالتي على الزمالك، رغم الزمالك ما بتحصلش كتير مع الزمالك، خلي بالكم يعني اعملوا احصائيه كده هتلاقي ان الزمالك نادرا نادرا لو كسبان او كسبان واحد او متعادل او خسران واحد انه يتحسب عليه بنالتي في اللحظات الاخيره. ما قدرش يعملها جهاد جريشه، هو احسن حكم في الوقت الحالي في موسم 2014 2015، بنالتي ضد علي جبر ما فيش اوضح من كده قدام الداخليه، بنالتي فظيع لعلي جبر، لكن كانت الدقيقه 93 ما حسبوش جهاد جريشه. ما قدرش يحسب محمد معروف جول في منتهى الوضوح بعد ما تخطط الكره المرمى، بيكون بجول لاسلام عبد النعيم من ضربه ثابته تخطط المرمى واضحه جدا، لكن كان في الدقيقه 92 ما حسبهاش محمد معروف موسم 2015 2016 وكل ده، لكن محمد الصباحي قدر انه يحسبها، ما ترددش ابدا، كان واضح جدا في قراره. فتحيه لمحمد الصباحي، وبقولها لك حتى لو مع الاهلي احسبها، حتى لو مع الاهلي احسبها، مفيش مشكله اطلاقا، ما اتاثرش بالضغوط اللي قبليه قبل كده، فبنشيد بيك وبنشجعك. الموضوع عندنا مش شخصي ابدا ابدا ابدا، بنشيد بيك وبنشجعك على طول طالما انت عملت كده، انت او غيرك مع الزمالك مع الاهلي مع المقاولين مع بيراميدز مع الاسماعيلي، ايا كان اللي انت شايفه احسبه. يمكن اخد عليك انت وطاقم التحكيم بس في الاخر، اخد عليك انت وطاقم التحكيم بس في الاخر، ان يعني الموقف بتاع جنش في الاخر اللي هو بعد المباراه، اعتقد ان كان لازم فيه واحد يكون موجود، في واحد اكيد موجود، حكم رابع، حكم خامس، يعني مراقب حكام، مراقب بلجنه مسابقات، اكيد سمعوا، اكيد سمع جنش. وبقول الكلام ده للناس حتى الاعلاميين اللي لا حس ولا خبر، ما فيش مشكله اطلاقا، يعني احنا هنا في قناه الاهلي لما حصل موقف محمد الشناوي في مباراه الانتاج الحربي قلنا كان لازم يكون في طرد لمحمد الشناوي، لكن الاعلاميين هاجوا بشكل كبير جدا على محمد الشناوي، وازاي بل كمان بعض الاعلاميين شافت ان الخطا الوحيد اللي ارتكبه ابراهيم نور الدين، على فكره ابراهيم نور الدين رجع، وهاني عبد الفتاح اللي هو المساعد اللي كان عنده مع محمد ابو خاطر رجع برضه في الدرجه الثانيه، لكن محمد ابو خاطر لا رجع محمد ابو خاطر ولا رجع احمد حمدي ولا رجع كمان يعني محمد محمود لطفي. وانا قلت لك يا كابتن عصام في ستوب ووتش هنا، اشمعنى دول يرجعوا وده ما يرجعش؟ عشان دول ما لهمش ظهر يعني،
يعني عشان دول ما لهمش ظهر ابدا. فنخش تاني نرجع تاني لموضوع الشناوي وجنش. فالناس اللي هاجت على موضوع الشناوي وقالت ان محمد الشناوي يعني كان لابد ان يتم طرده، وانا اتفق معاهم في مباراه الانتاج الحربي، لا حس ولا خبر في مع جنش، ما حدش اتكلم خالص قدام جنش اطلاقا، ولا ذكروا الموضوع اساسا غير ان هي غرامه، لو تحسن الوضع ولا حاجه بتتشال الغرامه. بس انا مش فاهم يعني تشال الغرامه، تحط الغرامه وتشال الغرامه، فيش مشكله، روح يا نوفمبر تعالى نوفمبر، مش مشكله، مش دي قضيتنا. لكن محمد الشناوي وجنش، الاعلاميين اللي شافوا، بعض الاعلاميين ان خطا ابراهيم نور الدين الوحيد ان هو ما طردش محمد الشناوي بعد موقف جنش، لا حس ولا خبر. طب جنش كان بيقول ايه؟ بيختم الصلاه؟ يعني فانتوا لازم يا جماعه تبقى دايما موضوعيين، لازم اللي يتقال هنا ويتقال هنا. وانا قلت لمحمد الصباحي لو دي على الاهلي احسبها، لو دي على الاهلي احسبها. وناس قالت ان الكره بتاعت سموحه مش بينالتي لشريف رضا مع حمدي النجاس، ده اتنين بينالتي، واحده شد والتانية كمان ضرب من الوسط. فطبعا اعتقد ان الموضوع كان واضح جدا جدا جدا. عشان كمان ما نسيبش امور التحكيم، احنا اشدنا وقلنا لمحمد الصباحي وقلنا علينا قبل غيرنا، لو ده على الاهلي احسبه، مفيش كلام، طالما الموضوع خطا ارتكب في الدقيقه الاولى، في الدقيقه الثانيه، في الدقيقه العشرة، في الدقيقه ال15، في الدقيقه ال30، احسبه، مفيش مشكله اطلاقا اطلاقا خالص، طالما الموضوع واضح وصريح. لكن عشان منظومه التحكيم تتعدل ودايما يبقى فيها خط في تطور مستمر، تطور مستمر، لازم يبقى فيه نوع من التاريخ اللي نقف عنده سنه بس. واللي هقوله ده هل هو حقيقي ولا مش حقيقي؟ ارجع بنفس حضرتك كده، اشرب كوبايه نسكافيه زي اللي قدامي كده، وقول اللي بيقوله سيد عبد الحفيظ ده صح ولا غلط. مين السبب في منظومه التحكيم انها توصل بالشكل ده في الوقت الحالي؟ اوعى تقول الاهلي، اوعى حد اسمعه يقول الاهلي، ابدا ابدا. انا عايز اقول لكم ان في اخر 25 سنه، في اخر 25 سنه بالتواريخ والارقام معاكم، في اخر 25 سنه اكتر فرقه في العالم، في العالم انسحبت او هددت بالانسحاب كانت نادي الزمالك. بداها موسم 96، يعني تحديدا 25/6/96 لما انسحب نادي الزمالك قدام النادي الاهلي في المباراه الختاميه اللي كانت موسم 96/97 او 95/96 اسف، قادر عبد العظيم لو تتذكروا بهدف لحسام حسن، وكان هدف صحيح مفيش حاجه خالص، انسحبوا من الملعب يعني كله وما كملوش المباراه. وبعد كده مباراه 9 ابريل 99 انسحب نادي الزمالك من الملعب قدام النادي الاهلي بعد فاول كان واضح جدا وصريح جدا مع ابراهيم حسن، وكانت دي مع التحكيم، انسحب الزمالك في 25/6/96 بسبب التحكيم، وانسحب في بطوله 99/2000/4/99 بسبب التحكيم، ومرورا بامبي في دور اول سنه 2014/2015 قدام امبي بسبب التحكيم في اداره لكابتن محمود عاشور لو تتذكروا، قعدوا في الملعب حوالي بتاع ربع ساعه او ثلث ساعه. وانسحب نادي الزمالك كمان في موسم 2016/2017 قدام مصر المقاصه ذهابا وايابا، يعني في الاول في السويس قعد حوالي اكثر من 17-18 دقيقه في كره جهاد جريشه الشهيره، والمباراه الثانيه اللي كانت في الدور الثاني ما راحش اصلا نادي الزمالك المباراه اساسا. يعني كل دي بسبب ايه؟ اخطاء تحكيميه. لا عليك بقى ان اساسا في شهر ونص اساسا قعدنا عشان مباراه جهاد جريشه، كل دي عشان الاخطاء التحكيميه كان دواعيها قرارات او يعني تصرفات كان على اثارها يعني يا اما انسحاب يا اما تهديد بالانسحاب. حتى موسم 99 لما كان رضا البلتاجي حكم في مباراه الزمالك والمقاولين العرب بالطوبه الشهيره او الكنز الشهير اللي اترمى على رضا البلتاجي، وما كانش في حد في الملعب خالص غير مباراه المقاولين والزمالك، وانتوا عارفين نادي المقاولين نادي اساسا يعني جماهيره قليله مش موجوده اصلا، بل بالعكس ده الشوط الاول انتهى او كان بيقرب على النهايه، وكان كان المقاولين كسبان ب1-0 ببنالتي كان المتسبب فيه رامي سعيد لو تتذكروا، وبعدين جه كنز في وش كابتن رضا البلتاجي واصر يوميها ان هو يلغي اللقاء، لكن كان قرار اعاده المباراه بحجه ان جمهور المقاولين هو اللي رمى على رضا البلتاجي الكنز، يعني فرقه كسبانه 1-0 وما عندهاش جمهور وطالعه كسبانه وجمهورها اللي هو مش موجود اصلا يعني بترمي على جهاد جريشه او اسف رضا البلتاجي الكنز. فالموضوع التحكيميه اثاره او الانسحاب او التهديد بالانسحاب كل ده عمره ما كان يعني اي فرقه موجوده غير طرفها بس كابتن او نادي الزمالك. عشان كده عايزين نحل الموضوع، عندي حل بسيط جدا وسلس جدا ورائع جدا، خلوا كل واحد يتكلم في الحته بتاعته بس، كل واحد يتكلم في الجزء اللي يخصه. لو في جهه في اتحاد الكوره مثلا الانضباط مش عارف القيم الاخلاق، يا متنا دامه على الاخلاقي والقيمي،
شعر سيد عبد الحفيظ، يا ميت الندامة على الأخلاق والقيم. يعني لو كل واحد لو تجاوز في نادي آخر مسؤول، تجاوز في نادي آخر واتكلم في حق نادي آخر واتكلم بطريقة في نادي آخر ولا حاجة، يتم إيقافه ويتم منعه من دخول المباريات، يتم أعتقد والله والله ما هتلاقوا أي مشاكل خالص إطلاق. دي الجزئية الثانية. خلينا نروح للجزئية الثالثة. هاشتاج كابتن سمير عكاشة اسمه بكرة أهلاوي. وبكرة أهلاوي مش المختص بيه بس إن بكرة مباراة الأهلي مع الحرية الغيني، لا بكرة العشر تلاف عايزكم كلكم تلبسوا أحمر، كله تشيرتات حمراء، كله تشيرتات حمراء، قميص أحمر، تشيرت أحمر، جاكيت أحمر، أي حاجة، ترنج أحمر، أي حاجة. الملعب لازم يكون مقفول باللون الأحمر بكرة، هو لون النادي الأهلي. لكن بكرة أهلاوي دي أنا يعني عايزها تمتد معانا، عايز كل واحد عنده صورة. احنا جايبين مجموعة صور، الصور دي واخدينها من الإنترنت، الصور دي كلها واخدينها من الإنترنت، لكن كل واحد بقى عند حضراتكم عنده ابنه شهر، يوم، شهر، شهرين، ثلاثة، أربعة، سنة، سنتين، خمسة، ستة، عشرة، 15 سنة، 17 سنة، ابعت الصور دي، ابعت الصور دي، ابعت صورة ابنك لو هي موجودة عندك في البيت وانت محتفظ بيها وبتشجع الأهلي وبتحب الأهلي وممتن للأهلي. على فكرة دي بنتي، دي بنتي أعرض يا سمير، تمام؟ فأنت على طول ابعت صورك. لو انت عندك ابن زي ما قلت لحضراتكم سنه سنتين ثلاثه 10 15 بتشيرت الاهلي، ابعت صورته هنا. هنخصص فقره كل يوم باذن الله في ملعب الاهلي باذن الله تبقى خاصه بالكلام ده، بكره اهلاوي، الحياه الاهلاويه سريعه سمير عشان كل الناس تاخد حقها كمان. هخلص، عايز اجيب 10000 15000 صوره في الشهر، عايز اجيب 15 20000. يا سلام على الجمال، يا سلام على الروعه. أهلوية أهلوية مية مية، تمام التمام. حياة نفسية جميلة، ضغوط وأعباء حياة حوالينا، لكن الابتسامة دي بالدنيا. الابتسامة، يا ريتني كنت أعرف اسمك يا بنتي والله، يا ريتني كنت أعرف اسمك يا بنتي والله. طيب النص بقى، لا خلاص يعني أكمل الصور بقى، كمل صور. لا أنا مش عايز كده، أنا عايز صور كتير. فعايزين دايما الموضوع ده يبقى مستمر معانا، كل شهر عايزين نوصل ل 10000 15000 صوره. الصور دي زي ما قلت لحضراتكم احنا جايبينها من على الانترنت، لكن احنا عايزين صور اللي في بيتك، اللي في الالبوم بتاعك اللي في البيت. عايزين نعرض من بكره صور عندك انت في البيت، يعني شايلها في البيت بحبك للاهلي، مرتبط بالاهلي، ابنك اهلاوي، مراتك، اي ذكرى، اي ذكرى، اي ذكرى. بعد شويه حتى لو انتم مخطوبين، اتنين مخطوبين، اتصوروا بتيشيرتات الاهلي ابعتوها. لو حتى مش لسه مخطوبه ان شاء الله الرحمن باذن الله ربنا يرزقك بعريس زي الفل، معاك تيشيرت الاهلي ابعتيه. انت حضرتك طالب، خاطب، متجوز، انت ومراتك ابعتوا الصوره بتاعتكم مع النادي الاهلي. لو فوق ال 50 او فوق ال 55 وحابب تصور بتيشيرت الاهلي ولا حاجه وما عندكش تيشيرت الاهلي، ممكن احنا نعمل لك هديه من بتاعه النادي الاهلي او ملعب الاهلي، اسف، نبعت لك احنا، نبعتك عند اي. بص الصورة اللي فاتت دي، طيب هاتها، يعني بص الصورة دي جميلة جدا، جميلة جدا، ممتازة جدا، بس دي موجودة في الملعب، يعني ألف سلامة حبيبي، ألف 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 سلامة. لكن أنا عايز الصور الطبيعية اللي موجودة في البيت، اللي موجودة في الأوضة، اللي موجودة في المدرسة، اللي موجودة في الشارع، اللي موجودة في نادي، كل الصور اللي موجودة في الشوارع اللي هي موجودة في البيت، كل معظم الصور دي احنا جايبينها من المدرجات. يا سلام، يا سلام على الروعة. بكرة أهلاوي مش مختصية بس بمباراة بكرة الأهلي والحرية الغيني، لا دي مختصة بأسلوب حياة. عايز كل شهر كده، كل ومستقبل، عايز كل شهر كده حضراتكم تبعتوا لي 10 15 ألف صورة. هنخصص كل يوم جزء من ملعب الأهلي خاص بالصور دي. ليه بقول كده؟ أنت حياتك وحياة ابنك مهمة جدا جدا، يعني أعباء الحياة وضغوط الحياة ورتم الحياة وسرعتها بيخلي النفسية ساعات في بعض الأوقات، في بعض الأوقات ما بتبقاش على مستوى عالي، ما بتبقاش يعني هي اللي أنت تأملها أو تنتظرها. لكن لما تكون أهلاوي، لما تكون أهلاوي تمام، أعتقد الأمر معاك بيبقى نفسيا حلو قوي، فتلاقي الواحد مبسوط كده، ماشي مبسوط زي الفل كده وبتاع، فتقول له أنت مبسوط ليه؟ يقول لك إيه؟ معلش أهلاوي شوية. فزي ما بتأمن لابنك مستقبله المادي ولا تعليمي والأدبي، أمن له كمان نفسيته إن أنت تخليه أهلاوي. تعالوا نروح تقرير عن الجمهور ونرجع نتكلم في موضوع مهم، هي رباعيات الأهلي محليا وإفريقيا.
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هوريا كوناكري بطل غينيا على استاد سلام بالقاهرة في إياب دور ربع نهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد أن انتهت مباراة الذهاب بتعادل سلبي، الأمر الذي يجعل كافة الخيارات مفتوحة في مباراة الإياب، وهو ما يضعه الجهاز الفني للأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون في حساباته. يتسلح الأهلي بجماهيره التي ستكون حاضرة بقوة في المدرجات من أجل مؤازرة فريقها للمضي نحو التأهل إلى النصف النهائي، ومن ثم مواصلة المشوار نحو استعادة اللقب الغائب عن دولاب بطولات القلعة الحمراء في النسخ الخمس الأخيرة. يعد جمهور النادي الأهلي هو اللاعب رقم واحد في مسيرة الفريق المدججة بالبطولات، وذلك على الصعيدين القاري والمحلي. تظل جماهير القلعة الحمراء المتيمة بعشق ناديها لها الكلمة العليا في ترجيح كفة فريقها في أصعب المواقف. كلما التهبت الحناجر في المدرجات بعبارات التشجيع سرعان ما تصل الرسالة إلى نجوم الفريق داخل المستطيل الأخضر لبذل مزيد من الجهد والعرق فوق أرض الميدان في علاقة عجز أبرز المحللين والمتابعين عن الوصول لتداعياتها وما يترتب عليها من إنجازات أقرب للإعجاز مهما كانت الأزمات أو الغيابات في صفوف الفريق، وذلك من أجل تحقيق الانتصارات في اللحظات الأخيرة. فما يعرف بروح الفانيلة الحمراء ما دفع الفرق الإفريقية على وجه الخصوص تخوض مواجهات المارد الأحمر بقلق شديد. الأهلي يخوض أي مباراة باحثا عن الفوز، جمهوره لا يتوقف عن التشجيع إلا مع صافرة النهاية. من ينسى آخر اللحظات التي تجلت فيها حالة التناغم بين الجمهور واللاعبين ومطالبة الجماهير للاعبين باستدعاء سلاح روح الفانيلة الحمراء التي لا يفقدها اللاعبون أبدا، ليظل قلب الأهلي ينبض بها في الملعب وفي المدرجات سويا ليعلو الهتاف لدى الجماهير فيما يصبح معه حماس اللاعبين ملتهبا من أجل تحقيق النصر. أهلاوي أنا والفخر ليا، أنا نادي القرن في القارة وأنا ليا، وأعيش وأموت وأفضل عشانه، وهو فوق دايما مكانه. طلع 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 طلع. ماشي، دقيقة 70 ووفاء الصيف متعادل مع الوداد 0-0. يعني لو استمرت النتيجة بالشكل ده يبقى وفاء الصيف بيصعد كمان للدور قبل النهائي. هنشوف الوضع بعد تلت ساعة من دلوقتي هيكون عامل ازاي. هتابعكم أول بأول طبعا، يعني دي مباراة تهمنا جدا لأن الكسبان منها هيقابل الكسبان بكرة إن شاء الرحمن وكل الأهلي بإذن الله في الدور قبل النهائي بعد ما تحدد طرف المباراة الأول، هيبقى أول أغسطس مع الترجي التونسي. المباراة الأولى على فكرة هتبقى في أنجول. أوكي، نخش لحاجة مهم قوي ان انتوا توثقوها، وهاشتاج دايما حطوا دايما يا سمين بعد اذنك هاشتاج بكره اهلاوي على طول على طول اصلا. يعني في حاجات مهمه قوي تبقى مش في الذاكره بس ولا في التاريخ وخلاص، يعني مهم قوي ان انتوا تبقوا عارفينها، تعرفين تاريخ ناديكو، البطولات اللي خاضها ناديكو، المباريات اللي خاضها الاهلي، النتائج اللي حققها الاهلي. عرضنا قبل كده سداسيات الاهلي اللي وصلت ل 40 سداسيه على مدار تاريخه من اول ما لعب او تكونت فرقه الاهلي 1911، وبعدين هنروح دلوقتي لرباعيات الاهلي ان شاء الله الرحمن باذن الله. الاسبوع ده او الاسبوع اللي جاي هنروح للخماسيه، لكن النهارده عشان الرباعيات كانت كتيره شويه فهناخد رباعيات الاهلي. تخيلوا حضراتكم ان الاهلي كسب على مدار تاريخه 156 مره رباعيه، 156
خليني اقول عدد مرات الفوز 4-0 70 مره، 70 مره على مدار تاريخ الاهلي كسب 4-0، وكسب 50 مره 4-1 يبقى كده 120، وكسب 4-2 22 مره يبقى 142، وكسب 4-3 14 مره يبقى 100 كام؟ 56. 156 هي محصله الاهلي بالفوز بالرباعيه. الدوري العام المصري كسب الاهلي برباعيه او وصل للعدد 4 91 مره، كاس مصر 30 مره، كاس السلطان حسين مرتين، كاس الجمهوريه العربيه المتحده مره، دوري منطقه القاهره 17 مره، دوري ابطال افريقيا 11 مره، كاس افريقيا للانديه ابطال الكوس 2 مرتين، يعني كاس السوبر الافريقي مره، كاس السوبر العربي مره. ف 156. طب روح لافريقيا و نروح لا خلينا كده بس مفيش مشكله، خلينا اقول لكم هات الاول الرباعيات اللي كانت محليه مثلا، هات الاول الرباعيات محليه وبعدين اقول لكم افريقيا ومحليا كمان. دي المباريات او الفرق المصريه اللي الاهلي كسبها برباعيه، الترسانه 12 مره، الزمالك 11 مره، الغريم التقليدي للاهلي والمنافس الاساسي للاهلي الاهلي كسبه برباعيه 11 مره على مدار تاريخه، الاتحاد السكندري 7، غزل المحله 6، المنصوره 6، المصري 6، السكه الحديد 5، السكه الحديد اسف 6، الاسماعيلي 5 مرات، الاولمبي 5 مرات، البوليس 4 مرات، طبعا الحاجات دي كانت قديمه شويه، القناه 4 مرات. احنا بقى ما حبيناش نوجع دماغ حضراتكم ولا حاجه ونجيب لكم الفرق اللي كسبها 3 مرات برباعيه او مرتين برباعيه او مره واحده برباعيه، خدنا الاكثر بقى. تعالى نعمل مقارنه بقى، الاهلي كم مره مسك كسب في افريقيا 4-0 او وصل للرقم 4، وكم مره كسب الزمالك المنافس التقليدي بالنسبه له. الاهلي كسب في افريقيا 14 مره، 14 مره 4 وصل للرقم 4، ومع الزمالك كسب 11 مره. يعني تخيلوا كل فرق افريقيه، كل الفرق الافريقيه اللي كسبها الاهلي ووصل للرقم 4 4 ده تمام عددهم 13 مره، لان الزمالك موجود هنا في موسم 2013 لما كسبوا 4-2، لما الاهلي كسب الزمالك 4-2 في الجونه لو تتذكروا. يعني تخيلوا فرقه بحجم وقيمه ومكانه النادي الاهلي لما يكسب المنافس التقليدي بتاعه والمنافس الاساسي في بلده 11 مره، ويكسب كل انديه افريقيا 13 مره. لو خرجنا الزمالك من هنا يبقى ده 13-11، 13-11. قد ايه قد ايه الاهلي بنتائجه وتاريخه كبير جدا جدا، المقارنه كبيره جدا جدا. لما تيجي تعمل الحاجات ديت مهم قوي ان انت توثقها، ومهم قوي ان انت تبقى عارفها، مهم جدا ان انت تبقى عارفها، ما تمرش كده مرور الكرام وخلاص، لازم تبقى عارف كويس جدا، لازم تبقى عارف تاريخ ناديك، السدسيات اللي عملها، الخماسيات ان شاء الرحمن باذن الله لو لنا عمر باذن الله الفتره اللي جايه هتجيب الخماسيات، لكن عشان الرباعيات كانت كتير جدا. يعني بقول الكلام ده ليه طبعا؟ لان نادي الزمالك على راسنا من فوق كل حاجه طبعا طبعا طبعا، بس انا بتكلم على المنافسه في الارقام، المنافسه في الارقام. 11 مره الاهلي بيفوز على الزمالك مقابل 13 مره على مستوى انديه افريقيا كلها، يعني رقمين بس، الاهلي يفوز على الزمالك مرتين يبقى الزمالك بيعادل كل الهزايم اللي موجوده في افريقيا اللي كسبها الاهلي برباعيه. قد ايه الاهلي كبير، قد ايه الاهلي عظيم. يا رب ان شاء الله الرحمن باذن الله تبقى موفق دايما باذن الله في المباراه اللي جايه. الخماسيه المره الجايه ان شاء الله الرحمن هتبقى الاسبوع ده، وبعدين هنروح للثلاثيه وبعدين الثنائيه. اعتقد ان 1-0 دي مش هنروح لها لان هيبقى العدد كبير جدا. اوكي طيب، النهارده كان فريق الصباح المعتاد في النادي الاهلي، النادي الاهلي عنده فريق اسمه فريق الصباح، بيعتادوا كل شهر ولا حاجه بيعملوا فطار جماعي. انتوا عارفين اللائحه اللي هيتم التصويت عليها باذن الله تعالى يوم 28 يوم الجمعه اللي جايه، بدعوا كل اعضاء الجمعيه العموميه تروح تقول رايها، واللي كان فيها بنود تم تعديلها، وبنود كتير جدا جدا كانت مقترحه من الاعضاء سواء كان على المستوى الرياضي او الفني او الاجتماعي او كل حاجه، كل حاجه يعني. فلائحه اعتمدت وكانت بعنايه جديده جدا جدا جدا. النهارده فريق الصباح كان بيحتفل بالانتهاء من لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي اللي هيصوت عليها الاعضاء باذن الله تعالى في يوم الجمعه 28 سبتمبر باذن الله، واللي حضرها النهارده مجموعه من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، سياده العمري فاروق وسياده خالد المهندس خالد مرتجي والاستاذ خالد درندلي واستاذ طارق انديل واستاذ محمد الجرحي، وطبعا كان موجود
في المكان النهارده والفطار النهارده كابتن الكبير جدا جدا كابتن حسن حمدي. تعال نشوف تقرير ونستقبل ضيوفنا كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، وكابتن احمد بلال. احنا متشكرين جدا لان احنا الحاجات الملحوظات اللي احنا يعني قلنا ده كذا ده كذا ده خلاص تم الموافقه عليها. فانا ببارك لكم وبارك لنفسي وبارك لكل اعضاء مجلس الاداره وبارك لحضراتكم جميعا هذه اللائحه، او بلاش نقول الدستور الجديد الجميل الرائع اللي ان شاء الله كل الانديه هتعمل زينا. احنا دايما نمره واحد، الاهلي نمره واحد حقيقه. يعني هو يصعب الكلام، والكابتن حسن حمدي موجود لانه الحقيقه ليه بصمه في كل واحد من اعضاء مجلس الاداره اللي موجودين دلوقتي. يعني كل الناس اللي الحقيقه اللي موجوده في مجلس الاداره غالبيتها الحقيقه تتلمذ على ايد الكابتن حسن من خلال مجالس ادارات الحقيقه تعلمنا فيها يعني ايه النادي الاهلي ويعني ايه ازاي ندير النادي الاهلي. فالحقيقه له كل التقدير والاحترام من كل الناس الحقيقه اللي النهارده موجوده في مجلس اداره النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله عندنا ان شاء الله جمعيه عموميه يوم الجمعه الجايه، جمعيه عموميه مهمه. ان مجلس اداره النادي خلال فتره الانتخابات وعد بان ان شاء الله تكون اللائحه خلال السنه الاولى تكون انتهت. بالفعل في عدد كبير جدا من الحقيقه الشخصيات والقامات الكبيره الحقيقه اشتغلت في اللائحه. كان في حوار طيب جدا الحقيقه مع كل اعضاء النادي الاهلي على مستوى الثلاث افرع، مع شخصيات عامه على مستوى الدوله، في مؤسسات كتير، في مجال الاستثمار، في مجال النظم الاداريه. قدرنا نوصل بالشكل الحقيقه اللي يليق باسم النادي الاهلي، نكون في لائحه الحقيقه محترمه جدا. اللائحه دي ان شاء الله باذن الله يوم الجمعه الجايه هيبقى في تصويت عليها. طبعا العدد 12500 عدد مش قليل، عدد كبير، محتاجه الحقيقه تكاتف من الناس، محتاج ان الناس تبقى موجوده، محتاجه ان الناس تبقى عندها هدف واضح اللي هي الحضور. فان شاء الله باذن الله رب العالمين كده يكون يوم كده تاريخي في تاريخ النادي الاهلي. عايز اقول ان انا سعيد جدا من بجد، يعني سعيد ان انا باجي لكم بقعد معاكم. يمكن بقالي مده ما جيتش، لكن اول ما قال لي كابتن حسين الحقيقه وانا قلت له كذا مره بحب ان انا اجي واشوفكم واقعد معاكم. انتوا فريق مثل للنادي الاهلي النظام، يعني يكفي ان انت كلكم عندكم كلمه واحده، يكفي ان انتوا عندكم مواعيد ونظام بتحافظوا عليها في تدريباتكم. الرياضه دي اجمل حاجه في الدنيا. صحيح انا نفسي بعيد عن الرياضه، لكن بحسدكم ان انتوا بتجمعوا مع بعضيكم وبتتمرنوا مع بعضيكم وعايشين حياه رياضيه جميله جدا. اصبحت احدى سمات النادي الاهلي فريق الصباح من قديم الزمن، وعشان كده الواحد فخور بيكم، واتمنى ان انتوا تقعدوا كده على طول تستمروا. وكل ما اتمناه لكم وللنادي، يعني عايز اقول من الاخر يعني حافظوا على النادي، حافظوا على فرقتكم، لان هي ديت سمه النادي الاهلي وسمه اعضاء النادي الاهلي بتوع فريق الصباح اللي احنا طول عمرنا نعرفهم من قديم الزمن. النهارده يمكن هي دي الصوره مش هنشوفها في اي نادي تاني. اجيال فعلا بتسلم بعض، وانا فخور وسعيد اللي انا موجود في وسط هذا الجمع. وان شاء الله نستناكم 28، وزي ما كابتن حسين قال احنا عندنا استعداد نستقبل الجمعيه العموميه على مستوى ال 140 الف عضو بمنتهى التيسير على كل الاعضاء ان شاء الله باذن الله. مجموعه العاملين على مستوى الثلاث فروع من اصغر عامل لغايه يعني المدير التنفيذي بحكم المنصب بس مش اكتر، اخواتنا سفلوه حسن مسعود وسفلوه فيشاوي واستاذ خالد مرسي وكل العاملين على اتم الاستعداد. اليوم ده فعلا يبقى احتفاليه كبيره لاعضاء النادي الاهلي، وبيقدموا ان شاء الله باذن الله الخدمه ليكم بحيث انتوا تيجوا ان شاء الله يبقى اكبر جمعيه عموميه في تاريخ النادي الاهلي وفي تاريخ مصر ان شاء الله باذن الله. انا سعداء اولا باول حاجه بوجود الكابتن حسن حمدي معانا، اللي احنا تشرفنا، انا واحد عن نفسي تشرفت بالعمل معاه تحت رئاسته، وادالي الفرصه ان انا ادخل منظومه مجلس اداره النادي الاهلي. وطبعا ثاني حاجه ان احنا مع حضراتكم ده شرف لينا. وفريق الصباح زي ما قال الكابتن حسن هو فريق المثل والقيم والاخلاق والانضباط في النادي الاهلي. من واحنا اطفال بنقول فريق الصباح ده هو المثل،
وهو أكبر قاعدة وقوة ضاربة بتسند النادي الأهلي في جميع مواقفه. فطبعا التواجد يوم الجمعة إن شاء الله بالذات مع فريق الصباح ده بيطمننا احنا كمجلس إدارة، بيطمن النادي الأهلي، لأن فريق الصباح ده قوته وتأثيره في تواجده في يوم زي ده إن شاء الله هيكون في رسم الدستور ومستقبل النادي الأهلي. اللي احنا بنقول اللائحة دي هي صوت الجمعية العمومية لأنها اتعملت من إرادة الجمعية العمومية وأعضاء النادي الأهلي، وإن شاء الله هتكون في الصالح، ونأمل بإذن الله أن يوم الجمعة ده يكون بسمة وأمل لكل أعضاء النادي الأهلي وجماهيره. الجهاز الفني واللعيبة ده مش دوري، إنما الجماهير لازم تبقى موجودة بتواجد كبير، واخد بالك؟ الأهلي بيقفش على لاعب واحد ولا، وما أقدرش أقول المدير الفني اللي في دماغه أو يعمل إيه، إنما هو إن شاء الله الماتش اللي جاي ده بتاعنا إن شاء الله يلعبوا بعصاب هادية وتركيز شوية، وإن شاء الله بإذن الله النصر الأهلي بإذن الله بإذن الله، لأن يعني الأهلي قابل ماتشات قبل كده صعبة كتير واجتازها وبنجاح، والأهلي واخد على اللعب بالطريقة دي وواخد على الصعوبة، وإن شاء الله هيكسب النادي الأهلي بإذن الله. إن شاء الله هتكسبه، ويعني طبعا تدريب عندنا تدريب عالي جدا، مدربين ممتازين كلهم، ويبذلوا أقصى جهد طبعا عشان يفوزوا بإذن الله. فإن شاء الله أقول لهم مبروك مقدما على الفوز، وعايزين جهدكم وإحنا كلنا وراكم. إحنا مستنيين البطولة وربنا معاهم، وإحنا وراكم وإن شاء الله نكون في الاستاد كلنا، وبندعي لكم يعني كلنا شد حيلكم، والبطولة أفريقيا بقى أهلي. بطلب من اللعيبة كلها إن هي تكون على يعني تحط الماتش دايما في اعتبارهم إن الماتش مش ان الفرقه مثلا الفرقه ضعيفه شويه، او ان احنا مثلا كنا مع فوق ستيف بعد كده انت دخلت مع خدت الفرقه دي في المجموعه، يا ريت يدوا الماتش حقه. الاخلاص والرجوله والعمل سبيل النجاح. ماتش صعب جدا، مش سهل زي ما الناس متخيله، لأن الأرض هناك سيئة وبالتالي الأرض هنا كويسة، فلعيبة حرية القناكري هيلعبوا كويس ولعبوا كويس جدا، فمفروض أن اللعيبة بتاع الأهلي يعني أنا بقول عليهم بس في اللفظ كده يقبلوا مني يكونوا رجالة ويبذلوا كل مجهود ويؤدوا ما عليهم، وإن شاء الله بإذن الله يفوزوا. أول حاجة لازم يعرفوا أن احنا من 2013 لسه ما خدناش البطولة، ودي أكبر رسالة أن هم لازم يحطوها قدامهم ويلعبوا بجهد وبروح النادي الأهلي اللي احنا عارفينها وبروح الفانيلا، وكلنا وراهم يعني، ولازم هم يجتهدوا على قد ما يقدروا وينفذوا تعليمات المدرب ويقروا اللي جوه قلب الجماهير الأهلي، وإن شاء الله ربنا هيوفقه. نادي الأهلي دايما متعود على المنافسة، بينافس على البطولة، ولا بيلعب على مركز تاني ولا بيلعب ان هو يتعادل او بتاع، فاحنا عايزين نلعب ان احنا نكسب، وبعد ان شاء الله ما نبذل المجهود اللي علينا نبقى نشوف النتيجة، انما الاول واحنا في الملعب لازم نلعب واحنا رايحين نكسب. ان شاء الله البطولة معانا، ولعبت الأهلي شايف شغلها كويس، وإن شاء الله البطولة لينا السنة دي بإذن الله هياخدوا البطولة، هم دايما أصحاب بطولات، يشدوا حلوم واتكلوا على الله وربنا معهم مجلس إدارة فوق الرائع، ربنا يبارك فيهم ويريش في الكابتن خطيب ويخليه للنادي الأهلي، ويشدوا حلهم ويبذلوا كل جهد، لازم يرجعوا لنا بالبطولة، مش هنقبل بغير كده. We'll be right back.
بكره اهلاوي باذن الله، يوم يكون بلون تيشيرت النادي الاهلي احمر باذن الله. كل اللي موجود على استاد السلام بكره، صغير كبير راجل ست، كله لابس حاجه حمر، تيشيرت احمر، قميص احمر، جاكيت احمر. المهم الملعب كله استاد السلام يكون مقفول كله باللون الاحمر. ارحب بضيوفي وكباتن ملعب الاهلي كابتن شريف. مساء الفل. مساء الفل يا كابتن سعيد. مرحبا بك. ايه توفيق يا رب. يا كرم فطاتك. ربنا يخليك. الامور كلها كويسه؟ كله زي الفل. كابتن اسامه مساء الفل. مساء الفل يا كابتن سعيد. ازي حضرتك؟ الله يخليك. عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. كابتن بلال ازيك يا سيكا؟ اخبارك ايه؟ ازيك يا وحش؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله بالسلامه. كله بخير؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله رب العالمين. النهارده في مباراه الدوري المصري في ظروف غامضه، اتلعبوا في ظروف غامضه كده يعني. الداخليه بتفوق على الاتحاد بثلاثيه، والمقصه بيلحق اول هزيمه بالانتاج الحربي 2-1، لكن هنتكلم فيهم في وقتهم بالتاكيد، لان النهارده يوم افريقي بشكل كبير قوي يا كابتن شريف، كابتن اسامه، كابتن بلال. النهارده حاجه غريبه جدا في افريقيا، حاجه غريبه جدا جدا. فاضل دقيقه على فكره او دقيقه ونص على مباراه الوداد ووفاء الصيف. بعد دقيقه ونص ممكن الوداد حامل اللقب يطلع بره خالص، بعد دقيقه ونص في الوقت بدل الضايع في 0-0. اتفرجت على حاجه النهارده من مباراه كابتن شريف؟ اتفرجت على خاصه المباراه اللي انت بتتكلم عنها دي اللي هي شغاله دلوقتي. مباراه عجيبه جدا، وانت كنت حكيت لي على مباراه مازيمبي واول اغسطس. حاجه طبعا لا تصدق، بس هي الكوره يعني. اللي انا شفته قبل كده الحلقه اللي فاتت قلت لك فرقه وفاك والوداد احنا ما نعرفش مين فيهم اللي هيكسب الحقيقه. فرقتين قريبين من بعض، كل واحد على ملعبه بيبقى يعني بيقدر يبرز كل مناطق القوه، وبيقدروا يروحوا على الجون، بيقدروا يلعبوا من ناحيه اليمين وناحيه الشمال. انما المنظر اللي احنا بنشوفه ان زي ما انت قلت لي فرقه بتلعب على جون واحد، يعني حاطه فرقه في مازيمبي النهارده مع اول اغسطس. اول اغسطس كانوا بيلعبوا في نص ملعب اول اغسطس مازيمبي، والوداد تاني تايم الحقيقه اعتقد كره او اثنين كابتن بلال كابتن حسام هم اللي راحوا بيهم وفاك سطيف. عندهم وعندهم مميزات انهم يروحوا، بس مش مع قوه فرقه الوداد الحقيقه. فرقه الوداد ان هي خرجت يبقى ده شيء مبشر ان شاء الله للنادي الاهلي بكره باذن الله. طيب هي لسه ما خرجتش بشكل رسمي. خليني اقول لك بس يا كابتن اسامه، يعني الكوره كل يوم زي ما عندها ثوابت في الحياه وعندها تغيرات برضو في الحياه في الكوره، لكن مفاجاتها كبيره جدا. التواني كلهم لو استمر الماتش بالشكل ده اللي هو الوداد ووفاء الصيف، يبقى التواني كلهم اللي بيلعبوا بافضليه اقل شويه من الاوائل بيلعبوا المباراه الاولى عندهم، وفي نتائج كمان كانت مش في صالحهم اصلا. يعني اول اغسطس ما كانش في صالحه 0-0، لكن النهارده بيتعادل 1-1. الترجي كسبان 2-1 بيكسب 1-0. فالكوره فيها ثوابت برضو يا كابتن اسامه. الطبيعي ان الافضل هو اللي بيكسب، ده دي القاعده في الكوره، ولكن برضو الكوره زيها زي الحياه كده، احيانا مش الافضل اللي بيكسب او الاحسن اللي بيتفوق. ممكن جدا انت بتبقى راكب الماتش وتبقى فرصه بهجمه مرتده تيجي، زي ضربات جزاء ضاعت النهارده، ضربتين جزاء في مباراه مازيمبي واول اغسطس، يعني برضو حاجات لا تصدق. الفاول اللي اتحسب هدف، ويعني الراجل حسبه فاول ودخلت لو ما صفرش جون. فكل ده في عوامل توفيق لازم نحطها في حسابنا يعني. لكن الاساس الافضل اللي عنده امكانيات لعيبه احسن، اللي عنده امكانيات ماديه افضل، اللي متمرس في البطولات اكتر، ده بنسبه اكتر من 90%. لكن المفاجآت بتبقى وارده، وزي ما حصل النهارده اول اغسطس طلع مازيمبي، واحتمال كبير خلاص نايس دقيقه ولا دقيقتين على مباراه الوداد وفاء الصيف. يعني كلنا كنا بنتفرج عليه قبل ما نخش في الاستوديو. الشوط الثاني الوداد ضاغط بشكل خطير وضيع اكتر من فرصه مؤكده، مضيع اجوان ما تضيعش. مضيع اجوان مؤكده، وممكن جدا كمان الوداد يخرج. يبقى احنا كده الحمد لله، يعني يبقى الوداد ومازيمبي انت اللي تعمله بقى دورك، انت دورك بتاعك محدش يعمله. طبعا انت كده يعني الامور بتتسهل ان شاء الله، فيبقى دور اللعيبه ودور الجهاز ان شاء الله، وطبعا الجماهير قبل كل دول عشان يبقوا عاملين مؤازره جامده جدا. ان شاء الله نوفق ونكسب البطوله السنه دي ان شاء الله. طيب كابتن بلال، عارف ان الكره ملهاش امان وان المباريات فيها احداثها وظروفها، لكن انت ايه المباراه المفاجاه بالنسبه لك او نتيجتها المفاجاه بصحيح يعني جواه بلال احمد بلال؟ بص، المباراتين الحقيقه مفاجاه بالنسبه لي، يعني مباراه مازيمبي النهارده مفاجاه بالنسبه لي. فرقه بتلعب على ملعبها، متميزه جدا على ملعبها. مازيمبي دايما على ملعبه فريق خطر، فريق كبير، دايما بيكسب على ملعبه، حتى بيكسب بالكوره وبيكسب بالاجتهاد وبيكسب برضه بالحكام يعني في بعض الاوقات.
فدي حقيقه بالنسبه لي مفاجاه جدا. النهارده انت بتضيع ركلتين جزاء على ملعبك، انت محتاج المباراه، محتاج انك تكسب 1-0 بس، نتيجه مش كبيره، وانت فريق من المفترض انك فرقه من الفرق المصنفه افريقيا، فريق محترم، فريق منظم مرشح جدا، بصراحة. مرشح بقوه أوه. جدا بصراحة. عنده فريق منظم بشكل كبير. فالنهارده دي مفاجاه كبيره جدا جدا بالنسبه لنا النهارده، ان مازيمبي يخرج على ملعبه النهارده بنتيجه يعني طبعا. والوداد اكيد الوداد خرج. الموضوع مش فرحه ان الوداد يخرج او مازيمبي يخرج، لكن في تقييمك للكوره الوداد ومازيمبي كانوا فرقتين تقال قوي قوي في اللي بيتفرج على الكوره واللي متابعهم. يعني الوداد خلص الوداد ومازيمبي فرقتين تقال قوي خرجوا، يعني تحس ان البطوله يعني مكتوبه لنا ان شاء الله الرحمن. لكن مش معنى كده ان انت تستند ان الوداد ومازيمبي خرجوا، لا طبعا. الدور بتاع حضرتك، الدور بتاع حضرتك لازم تاديه، الواجب بتاع حضرتك ما حدش هيأديه غيرك، دي رساله لكل اللعيبه. ركز بقى في بكره، ولينا النهارده دروس يا كباتن، لينا النهارده دروس. الوداد بيخرج من الثاني اللي هو وفاء الصيف، واول اغسطس بيفوز على مازيمبي الاول، والترجي بيفوز على النجم الساحلي الاول. يبقى الدور اللي علينا يا كابتن شريف، يبقى الدور اللي علينا ان احنا بكره ان شاء الله هننزل وكأننا خسرانين في لقاء الذهاب 2-0. بكره لازم اكسب 2-0 يا كباتن، ما اقدرش انزل الملعب بكره وانا متعادل. اي جون فينا يقلب الموازين ويخليك انت عصبيا ونفسيا مش عارف تلعب في المباراه، وخاصه بعد النتيجتين دول. ده اللي حصل مع مازيمبي، مازيمبي جاب جول في الدقيقه 12، يعني ده ما ينفعش. وبعدين اتعادلوا، توتروا جدا، التوتر بقى يحصل، والسرعه في نهايه الهجمه والباص المقطوع علينا كونتر اتاك تاني، انت عارف الدنيا بتلوز. فانا لازم بكره النهارده اكلم لعيبتي النهارده اقول لهم احنا متاخرين بهدفين اللي هم يعدونا الدور ده. الحاله اللي احنا شفناها انا يمكن تكون حاله قدريه جدا، النهارده مازيمبي والوداد يطلعوا بره. انا اقول ده عدل ربنا، عدل ربنا ان احنا السنه اللي فاتت اتظلمنا ظلم باين من الحكام، ظلم باين من كل حاجه. انا السنه اللي فاتت يعني انا عايز اقول لك على حاجه، ما ابتدت البطوله السنه دي زي ما كنت انا بقول ايه، احنا عندنا رد شرف، احنا عندنا ريفنج مع البطوله دي، احنا اتسرقنا، احنا كنا الاحسن السنه اللي فاتت، ومهما الظروف اللي حصلت فينا والتاخرات اللي بتحصل فينا من اصابات، وما زلنا بنعاني من نفس الحاجات دي. انما قصه ان انا اروح العب على ملاعب انا مش عارف العب عليها كوره والحكام كمان بيعملوا فيا، انا حاسس ان دي شيء قدري من عند ربنا، انه بيقول لي لان بيقول لنا ايه ان شاء الله البطوله بتاعتكم زي ما كابتن سيد بيقول. ليه؟ لحاجه واحده، لان الوداد احسن من السنه اللي فاتت السنه دي، وبيلعب كوره احسن من السنه اللي فاتت، واقوى من السنه اللي فاتت، وشكلهم في الملعب حاجه تخوف. انت لما سالتني في الحلقه اللي فاتت قلت لك وفاء الصيف والوداد دول في الفاينل، اي واحد فيهم، وده الخوف من عندنا، والاثنين لا يقلوا عن بعض. وان كان اتمنى ان وفاء الصيف يبعد الوداد، فدي معجزه ان النهارده فعلا الفرق بهذا الشكل كمان، ان هم زي ما انت قلت 300 كره بالعرض الراجل بيحطها في ايد الجون، والجون ايه الجون اللي هو ما بيغلطش ولا غلطه، ده هو قاطع، تحس انه ديفندر وحارس مرمى وبيعمل كل حاجه في الكوره. ده توني النهارده مصطفى عادل هم حارسين مرمى يعني. وفاء الصيف واول اغسطس بيثبتوا يا كابتن اسامه ان الحارس في بعض الاوقات مش نص الفريق، ده كل الفريق في بعض الاوقات. طبعا النهارده توني ده يا كابتن 10 محاولات على المرمى صعبين جدا، لو في واحده منهم دخلت ما تلموش ابدا. لكن كابتن شريف قال نقطه في منتهى الاهميه خاصه بالوداد، بس اضيف له حاجه، بس المدير الفني للوداد او الوداد تاثر بغياب فوزي البنزرتي. انت عارف فوزي البنزرتي كان هو اللي ماسكهم في دوري المجموعات كله. ايوه بس مسك المنتخب التونسي. بس الثاني كان اسمه جمال اللي خد مننا كان اسمه ايه؟ اللي خد مننا البطوله. عمود اسمه عمود. عمود عمود ده كان حقيقه كان مدافع قوي يعني كان بيقفل قوي، بيعرف يقرا. لا هو كان في ميزه كبسايب بيقرا الخصم كويس. كان بيقرانا كويس يعني. طيب يبقى الثلاث ثواني في اليوم الاول للدور الثمانيه خرجوا الاوائل، تمام؟ يبقى لنا عبره او عندنا عبره من مازيمبي ومن الوداد، عندنا عبره من المازيمبي والوداد. عايز اقول رساله والكباتن يعني يضيفوا ليها او يعني يختلفوا معايا، ابدا المباراه حاول تجيب جون بدري، لو ربنا سبحانه وتعالى كرمنا بجون عززه، ولو ربنا سبحانه وتعالى اخر الجون مفيش توتر ولا عصبيه خالص اطلاقا. ولا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله برضه لو في لا قدر الله اي حاجه دخلت في مرمانا مفيش برضه مشكله خالص اطلاقا، انت بتلعب لحد اخر ثانيه. عايز تضيف في الحته دي يا كابتن سامي قبل ما نتكلم في الحته الفنيه؟ لا اللي انت اتكلمت فيه وكابتن شريف اتكلم فيه هي دي صعوبه 0-0، يعني رغم ان هي نتيجه جيده خارج ملعبك ولكنها بتفضل مقلقه لغايه لما بتجيب الجون الثاني، لانه
تبقى كسبان 1-0 وناقص مثلا 20-30 ثانيه وتلاقي مثلا كره جت فيك او ناقص 5 دقايق او 3. ففعلا تعزيز الهدف مهم جدا ان شاء الله. وزي ما انت قلت بالظبط انا معاك، حتى لو العكس بقى الهدف اتاخر او لا قدر هم تقدموا بهدف موضوع سهل، ويا ما احنا مرينا بالظروف دي وكسبنا ماتشات كده يعني. طيب بلال عايز تضيف حاجه في النقطه دي قبل ما نروح للتاني؟ مفيش كابتن سيد غير هو بس مباراه النوك اوت دايما هي مباراه ال 90 دقيقه، مش مباراه الدقيقه ولا الدقيقتين ولا الربع ساعه الاولانيه. زي ما اتكلمت وقلت، انت بتبتدي المباراه بتبتدي ضغط على الخصم، لازم تدي له مسج في الاول ان المباراه صعبه عليه جدا، وهي الفرق وعادت برضه خد بالك الفرق الافريقيه انك لما بتخوفها في الاول وبتركب الجيم من البدايه ممكن تفضل تراكب جيم طول المباراه. لو اديته مساحه واديته فرصه واديته وقت في الملعب ان هو يشتغل عليك هيصعب عليك الامور بشكل كبير جدا. كل الفرق الثمانيه اللي صعدوا كلهم فرق كوره، مفيش فرق فيهم بتشتت، حتى الفرق اللي هنلعبها بكره فرقه كوره، ما ينفعش تديهم مساحات في الملعب، لازم بدايه المباراه تضغط عليهم. فرق الكوره دايما لما بتضغط عليهم بتتعبهم قوي، فمطلوب من النادي الاهلي بكره ان هو يبدا في بدايه المباراه ان هو ضاغط على الفرق اللي قدامه. طيب، واحد بعت لي رساله على التليفون بتاعي بيقول لي طب انا ومراتي واولادي يعني لابسين كلنا تيشيرت الاهلي، ابعت هعرض كل الصور اللي موجوده، اسريه، اطفال، شباب متجوزين، مخطوبين، يعني ولد عنده اسبوع، عنده 2، عنده شهر، عنده شهرين، بكره اهلاوي. نفسيه ابنك مهمه جدا 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 في الوضع في الاعتبار. خليك زي ما قلت لحضراتكم يعني دايما الرموز والقدوه والاخلاق والكلام والبطوله والشخصيه والقياده، كل ده يعني ابعته او ارسله في ابنك من هو صغير. خليك اهلاوي وبكره اهلاوي. نروح لتقرير ونكملين بقى في الامور الفنيه مع كابتن شريف وكابتن اسامه وكابتن بلال. أنهى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تدريباته واستعداداته لمباراته المهمة والمرتقبة أمام نظيره هوريا الغيني المقررة غدا السبت في إياب دور ثمانية لدوري رابطة الأبطال الإفريقي الذي يستضيفه ملعب السلام وسط حضور جماهيري مكثف من اللاعب رقم 1 في تشكيلة الأحمر الجمهور. يدخل الفريقان اللقاء بكفة متساوية بعدما تعادلا في مباراة ذهاب دون أهداف. يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز من أجل الصعود للدور قبل النهائي للبطولة، خصوصا المارد الأحمر الباحث عن تأشيرة التأهل للدور النصف النهائي والمضي قدما نحو المنافسة على تحقيق اللقب التاسع في بطولته المفضلة التي يحتفظ بالرقم القياسي بها بثمانية ألقاب. شهدت تدريبات الأهلي حالة من التركيز والجدية وتعهد اللاعبين على الفوز والتأهل ورسم الفرحة على شفاه الجماهير التي ينتظر الجميع احتشادها خلف فريقها غدا. وحرص باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي خلال التدريبات على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل التكتيكية الهجومية والدفاعية لتنفيذها خلال المواجهة من أجل إحراز هدف مبكر في مواجهة الغد يربك به حسابات المنافس ويخرجه من أجواء المباراة. كذلك سرعة الارتداد عند فقدان الكرة للتصدي لخطورة لاعبي هوريا الغيني في الهجمات المرتدة بسبب السرعة التي يمتازون بها. خصص كارتيرون فقرة للتدريب على ركلات الترجيح تحسبا لانتهاء المباراة بالتعادل والاحتكام إليها، وتألق خلالها جميع اللاعبين، ظهروا بمستوى متميز نالوا به استحسان المدير الفني فيما اشتدت المنافسة في التصدي للركلات في حراسة المرمى، وتفوق شريف إكرامي على منافسه محمد الشناوي، فيما تألق الثنائي أحمد فتحي ووليد سليمان في التسديد من خارج منطقة الجزاء، مما جعل المدير الفني يكلف كل منهما بتسديد جميع الكرات من على حدود المنطقة. ووضح خلال التدريبات أن كارتيرون استقر على الدفع بأيمن أشرف في مركز المساك بجوار سليف كوليبالي لإعادة التوازن والاتزان لخط الدفاع الأحمر. شدد كارتيرون على ثقته الكبيرة في لاعبيه على حسم المباراة من شوطها الأول، خصوصا أنه بات يعرف كل كبيرة وصغيرة عن المنافس، فضلا عن سعيه لتصحيح أخطاء إهدار الفرص السهلة أمام المرمى التي وقع فيها اللاعبون خلال المواجهة الأخيرة. فكل التوفيق للمارد الأحمر في الفوز غدا والتأهل للنصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا. We'll be right back.
الاول في دور الثمانيه تالق لحراس المرمى سواء كان توني اللي هو الحارس المرمى الانجولي مع اول اغسطس ومازيمبي او حارس مرمى وفاء الصيف اسمه عادل تقريبا انا مش عارف مصطفى عادل او عادل ايه يعني المهم ان هو يعني مصطفى ايه مصطفى نظري ماشي تألق قدام الوداد المغربي والترجي يتفوق على النجم الساحلي كالمعتاد ترجي كعبه جاء عالي جدا جدا على النجم الساحلي أخذ رأي حضراتكم في الفكرة اللي طرحناها كابتن شريف وبعدين نخش في الأمور الفنية ومين يلعب بكرة والتشكيلة وكيف يدير اللقاء كارتيرون النهاردة عاملين فكرة في ملعب الأهلي اسمها بكرة أهلام الموضوع مش مختص بس على ماتش بكرة على مباراة استاد السلام ما بين الأهلي والحرية الغيني الملعب كله يكون احمر باذن الله لكن احنا كمان بنتكلم ان احنا عايزين يبقى عندنا 10 15 الف صوره الصور اللي احنا عرضناها كلها معظمها من الانترنت لكن في ناس بتحب الاهلي جدا مرتبطه بالاهلي جدا بتصور ولادها او هي شخصيا بتيشيرتات الاهلي ومحتفظه بذكرى جميله ولا حاجه ابعتها لنا واحنا هنعرضها ليه زي انت بتامل مستقبل لاولادك بص بص الجمال ده والنبي ده على فكره الناس على فكره الناس كلها عماله تبعت لنا صور بص الجمال ده والنبي هبلل حلوه جميل ما شاء الله عايز انا هبعت لك صوره نور بنتي لازم عملت لها تيشيرت عند الاهلي ستور وحطيتها عليها كده وحضنتها وهبعتها لك انا هبعت حاجه اهلاوي اهلاوي بتعمل انتماء انتماء وبتخلي الناس كلها فعلا احنا نادي القرن واحنا نادي الاهلي الذي يزو بينا انا عندي واحد كان مسافر بره يقول لي هو ازاي انا اقدر احصل على سوفونير بتاع النادي الاهلي فشرحت له قلت له في كذا وفي كذا وفي كذا حتى الناس اللي هي خارج مصر الحقيقه يعني سباقه قوي ان هي يكون عندها اي شيء اي حاجه جميله ايه رايك والنبي في الجمال ده بص الجمال ده استنى بس استنى سيبك انت من كل ده بص الجمال ده والنبي مفيش اجمل من كده دي بنتي دي بنت كده اه الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر يعني شايف اقول لك ايه يعني حاجه بقول لك انا بنتي لسه صغيره بتتشال يعني على الايد رحت عملت لها التيشيرت بشكر طبعا محمد رمضان وحميد انه عملوا لي تيشيرت صغير على قدها مكتوب عليها النادي الاهلي واسمها نور وكمان فاللي انت عامله ده او اللي احنا بنتفرج عليه ده الحقيقه في كل بيت يعني ناهيك ان احنا كنا لعبنا في النادي الاهلي لا احنا بننسى انا لما بروح اتفرج على النادي الاهلي اقسم لك بالله انا بنسى ان انا كنت بلعب في الملعب ده انا بحيي وبقف وبتشد وبتعصب وبقوم احيي مش التركيز والشده يعني والحب حلو قوي الكلام ده وايه بونبوني احنا بنتفرج على بونبوني بصراحه يعني حاجات ما شاء الله الله اكبر ربنا يحفظهم يا رب ونشوفهم من الناس اللي هي برضو موجوده في منظومه النادي الاهلي ايه رايك يا بابا بص انا شايف مهمه جدا المبادره دي واتمنى انها تكون كل وقت النهارده بنتكلم في اجيال جديده اجيال بتشجع اوروبا بس يعني في ناس بتنتمي للنادي الاهلي تكلمهم يقول لك احنا بنحب النادي الاهلي حبا كده وراثيا للنادي الاهلي تمام لكن في بعض اوقات كتيره جدا ما بيتفرجوش على الماتشات ما بيستمتعوش ما بيشوفوش ده من خلال الفتره الطويله اللي حصلت ان المشجعين ما بيروحوش الاستادات النهارده لما تعمل حاجه زي كده وترجع الفكره للناس مره ثانيه ان هم يشجعوا وينتموا وينضموا ويبقوا موجودين وناس تتفرج عليهم وتشوف صورهم بالمنظر والشكل الحلو ده اعتقد دي حاجه جميله جدا ودي مش عايز اقول لها هتزود من شعبيتنا لان شعبيتنا الاهلي كبيره جدا ولكن هتجمع الناس تاني ورا النادي الاهلي في كل مكان تجمع النادي الاهلي في الاستادات هتجمع النادي الناس ورا النادي الاهلي في التدريبات يعني الناس برضو احنا مفتقدين او اللعيبه اعتقد مفتقده برضو جمهور روح التدريبات في وقت من الاوقات فالصور دي والحاجات دي بتحبب الناس اكتر وبتشجعهم اكتر وتزود انتمائهم اكتر وتقربهم اكتر بكتير جدا من اللعيبه في الملعب ومن النادي بتاعهم اللي هم بيحبوه. طيب كابتن اسامه رايك؟ نفس الموضوع حاجه جميله ان كل الجماهير تبقى لابسه لون الاحمر لون واحد حتى بتعمل رهبه للمنافس. بس انا مش عايزها بكره بس انا عايز عامه يا ريت مستقبل بكره يا ريت مستقبل يا ريت يا ريت يا فكره طبعا جميله جدا و بترسخ الانتماء كمان يعني حتى الولد الصغير بيحس بقيمه الفانيلا ديت وطبعا الاكبر والاكبر لكن انا بتكلم على الولاد الصغيرين كمان اللي طالعين بيحسوا بقيمه الفانيلا لما بيبقى لابسها بنفس لون اللعيبه اللي بتلعب بيه فبتعمل انتماء اكتر فحاجه طبعا فكره جميله ويا ريت تبقى مستمره يعني ان شاء الله. طيب الفكره جت لنا قبل ما نقرا بعد الرسائل اللي جالنا على الفيسبوك زي ما قلت لحضراتكم بكره اهلاوي بكره مش بكره بس في مباراه الاهلي والحريه الغيني على استاد السلام لكن بكره بشكل عام اهلاوي ابن حضرتك عنده اسبوع عنده اسبوعين لسه مولود يعني عنده شهر عنده شهرين عنده سنه 2 3 10
يعني 15 ابعته ابعت صورته، واعباء الحياه بقت كبيره جدا جدا، وزي ما بتهتم ان هو يبقى على المستوى التعليمي والمستوى المادي تأمن له مستقبله، لازم كمان تأمن له نفسيته يبقى ماشي كده مبسوط. فاللي يسأله انت مبسوط يقول له اهلاوي شوية، ده حلو جدا في المستقبل. عشان كده لو حتى حضرتك موجود في الجامعة وعندك تيشيرت صورة بتيشيرت الاهلي، مخاطب خطيبتك انت حضرتك اهلاوية في البيت، الموضوع ده جاي من على الانترنت كله، لكن احنا عايزين الصور اللي في البيت كمان، يعني متجوزين اللي فوق ال 50 او فوق ال 55 وما عندوش تيشيرت الاهلي يبعت لنا، وان شاء الله الرحمن هنبعته مكان قريب جدا من سكنه عشان يلبس تيشيرت النادي الاهلي. انا عايز في ملعب الاهلي وبكره اهلاوي كل شهر اجمع 10 15 الف صوره موجوده بتيشيرتات النادي الاهلي. قبل ما نخش على الامور الفنيه والتحليليه والتفصيليه للمباراه المهمه جدا جدا بكره الاهلي والحريه، خلينا ناخد بعض التعليقات على الفيسبوك. الاهلي انس: افريقيا مطلب جماهيري عام ومطلب خاص ليا عشان انا لسه خاطب من اسبوعين، وقلت لخطيبتي، بص ده جميل قوي، وقلت لخطيبتي مش هجيب لك اي هديه لو الاهلي ما خدش افريقيا عشان كده عشان تدعي بضمير. يعني هي عايزه يا مفتري، ده انت مفتري يا انس. ان شاء الله ان شاء الله الرحمن تاخد افريقيا، الاهلي ياخد افريقيا ان شاء الله الرحمن تجيب لها بقى حاجه حلوه. هيثم بدر: اخيرا يا كابتن منور الدنيا كلها، ربنا يخليك يا سيما، ربنا يبارك لك يا رب، صاحب الارقام والحقيقه والتاريخ، ربنا يخليك يا هيثم. آية الأهلوية: آية متابعانا بشكل جميل قوي، بشكرك يا آية، إن شاء الله يا كابتن سيد الأهلي يكسب 3-1 أفريقيا أهلي بكرة أهلاوي. رائد فياض: بعد خروج النجم ومازيمبي أتوقع الأهلي والترجي في النهائي يا كابتن سيد. يا رب إن شاء الرحمن. على فكرة لو وصل السيناريو اللي أنت بتقوله ده، لو وصل يا رائد السيناريو اللي أنت بتقوله ده، المباراة الأخيرة هتبقى في تونس وهتقر السيناريو 2012. مينا بيقول: يا رب يا عالي انصر الاهلي الغالي. محمد عبده: هنروح الاستاد بكره من الصبح وهنفضل نشجع الاهلي الدقيقه 90. سليمان: بحبك جدا يا كابتن سيد، ربنا يخليك، معنى الادب والاحترام، الله يبارك لك. علي الكليني: ابو السيد فيجو مصر، انا مش عارف الكليني يبقى انطقها صح ولا لا، منور الشاشه يا رب، الكلاني يبقى مكتوبه عندي مش مظبوط. محمد سليمان: حب النادي الاهلي جوه القلب، يتبدل الزمن ويتغير الزمن ويبقى الاهلي مصدر السعاده، تحياتي ليك يا كابتن سيد على المكسب، ناوي الاهلي والفخر ليا. سامح: ياسين ابني بكره اهلاوي، اهلاوي باذن الله، واضرب كمان واضرب كمان عشان لا خلينا نتكلم بالاصول يعني. ضياء حسني: بس ابعت صوره ياسين، ابعت صوره ياسين، صوره ياسين في القران، صوره ياسين الولد. ضياء حسني: ان شاء الله الاهلي يكسب 3-0 افريقيا يا اهلي. محمد مصطفى: الاهلي ان شاء الله يكسب 2-0. احمد السيد: البطوله الاهلاويه باذن الله. احمد عبد الحليم حبيبي يا كابتن، الاهلي يكسب 3-0. محمد محمدي: الاهلي يكسب 3-2. علاء مصطفى: بالتوفيق للكيان يا رب يا عالي، انصر الاهلي الغالي. خالد الشاهد: وياك بقلوبنا وبهتافاتنا غدا باذن الله من ملعب السلام. ابو بسمله: الاهلي فوق الجميع رغم انف الحاقدين. احمد صبري: الاهلي ده كيان اكبر من اي حاقد او يحزن او يفشل. احمد سعيد: انا بحبك كابتن سيد، ان شاء الله الاهلي يفوز بطوله افريقيا. مش هاخد اكتر من كده، مش هقدر اخد اكتر من كده، لكن بكره اهلاوي باذن الله، وصوركم اللي هتملى ملعب الاهلي في كل مكان، وهنخصصها هنخصص لها جزء ان شاء الرحمن من حلقاتنا في كل يوم باذن الله. عايز اوصل ل 10 15 الف صوره كل يوم، ايا كان عمرك بقى، ايا كانت ظروفك، ايا كان وقتك، لازم تبعت لنا صوره باذن الله، وخصوصا كمان لو كانت صوره مع اطفال. كابتن شريف، نروح للجد بقى، هلا هلا على الجد، الجد هلا هلا عليه، والجد هلا هلا عليه. خلينا نروح لبكره بقى، سيناريو اللقاء الاول، شوط اول كان رائع جدا بالنادي الاهلي خارج الديار، فرص عن طريق وليد ازارو، عن طريق هشام محمد، عن طريق اسلام، عن طريق مجموعه جدا كبيره جدا من اللعيبه. الاهلي فرط في فوز في الشوط الاول. الشوط الثاني كانت الدنيا مش بنفس الفرص اللي اتيحت في الشوط الاول، لكن الاهلي كان منظم، الاهلي كان هايل، خرج بالمباراه الى حد كبير من النتيجه اللي هو عايزها. شايف انت من وجهه نظرك بقى لقاء العوده من حيث المباراه الاولى شكله هيبقى عامل ازاي؟ هو طبعا بعد قرايه فرقه حريه بتلعب ازاي ومناطق قوه فيها فين بالنسبه للملعب، فانا لو تفتكر انا كنت بطالب دايما معاك ان انا يبقى بلعب ب 4-1-3-2، اللي هو كنت انا واسامه قلت لي هيلعب بره ارضه بفرودين يا كابتن، قلت لك انا عارف انه مش هيعمل كده، انما انا بكره متهيألي الواجب انه بلعب زي ما لعب الشوط الثاني هناك، احنا رحنا 3 مرات انفرادات على فرقه حريه، اذا كان عندنا انياب هجوميه وعندنا انطلاقات، وكان لو هنلعب بكره في ملعب السلام اعتقد ان احنا هيبقى عندنا الاطراف هتشتغل باذن الله بقوه، فلازم يبقى في اكثر من لاعب اوريدي موجود جوه منطقه الجزاء يترجم العرضيات اللي هو شفناها النهارده من فريق الوداد مع فاق سطيف بهذا الشكل وبهذا التواجد، والتوفيق كله من عند ربنا. انما هم واضح جدا ان هم ناس بيحبوا يلعبوا كوره على الارض،
للفيرود اللي بيعمل العمق فيهم، وبيساعد الناس اللي هي جايه من الخلف انه اذا كان يسدد او اذا كان يقدر عنده الكياسه ان هو يقدر يعمل الوان تو وعايز يروح على الجول، وعنده الروح وعنده الشكل اللي هو الثقه بتاعته ان هو عايز يطلع دايما من ناحيه الشمال الهجوم بتاعنا. فاحنا قريناها خلاص الماتش اللي فات ان ناحيه الشمال هي اقوى عند حريه من كل الوجوه، ان هم بيعتمدوا حتى على اسلوب اللعيبه اللي موجوده في المنطقه دي، يعني هم اللي عندهم الكره العاليه هم اللي عندهم. فاعتقد ان ده شيء اكيد محمد يوسف وجارديرون شافوه وهيقدروا يترجموا قوه الجبهه اليمين بتاعتنا ازاي تحافظ على ان الناس دي ما تعملناش اي مفاجات او زيارات ملهاش اي لازمه. احنا بالنسبه لنا بقى انا ما زلت نفس الكلام اللي قلته، انا كنت بتمنى انهم يلعبوا هناك باربعه، وكنت بتكلم على ايمن اشرف انه يلعب باك ليفت وقدامه معلول، وقلت ان حسام عاشور هيلعب هو الهاف ديفندر مع حلقه الوصل مع نص الملعب اللي هي بتوفر للاثنين في الروضه بتاعتنا في العمق الهجومي، ان احنا ازاي يبقى عندنا سوبر رانر، يعني عندنا من الاطراف اثنين جامدين جدا ايمن اشرف ومعلول يقدروا يعملوا حاله تبادليه جميله جدا، يقدروا يعملوا لي شكل هجومي. الحالات اللي احنا بنتكلم عليها دي، انا طول ما انا اطرافي شغاله جامد وعندي كم نص الملعب، انا ما اعرفش هو هيلعب باللي انا بقول عليه ده معلول برضو هاف رايت وايمن اشرف مثلا باك ليفت، ولا هيضطر بقى مؤمن زكريا وحمودي واسلام محارب في النص وتحتيهم اثنين هشام محمد برضو وحسام عاشور، هل هو وهيلعب بازارو لوحده قدام، هل هو هيفضل برضو بنفس الشكل ده ويعمل الحاله التعويضيه في الشوط الثاني زي ما عمل هناك؟ على اي مستوى او اي حاجه، احنا عرفنا مناطق القوه بالنسبه لفرقه حريه دي ان هي ناحيه الشمال هي الخطوره كلها اللي بتتحان. احنا بالنسبه لنا احنا بقى بعد النتائج اللي شفناها كده واللعيبه شافت النهارده الشكل ده، اعتقد انها جات لهم ثقه كبيره جدا انهم يتشبثوا بقى بالبطوله وينزلوا بروح غير عاديه. بكره الضغط على الفرقه دي والالتحامات في كل كره مشتركه بتاعتنا باذن الله، والتوغل في منطقه الجزاء والزياده العدديه والتفكير في كل فنون اللعبه اللي هو شوط عرضيات القتال على ان احنا ناخد كل كره، هو ده اللي هيعديك باذن الله بكل سهوله في ال 30 دقيقه الاولى كمان، مش لغايه ما نوصل لل 90 دقيقه. طيب المشكله اللي في موجوده في الدفاع اللي حضراتكم طبعا عارفينها كابتن شريف وكابتن اسامه وكابتن بلال، اللي هو غياب سعد سمير ومحمد نجيب، فما فيش مفر ان ايمن اشرف هيلعب سيرت باك مع علي معلول يلعب باك ليفت. خلينا نشوف تقرير مع شريف شعبان مراسلنا وعمل لقاءات مع كارتيرون وبعض اللاعبي ونجوم النادي الاهلي، وبعدين نكمل كلامنا مع كابتن اسامه وكابتن بلال وكابتن شريف. تحياتي ليك كابتن عبد الحفيظ و لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، معي النجم من نجوم فريق النادي الاهلي كابتن ايمن اشرف، نقول لك اهلا بيك على شرف قناه الاهلي تحت كابتن سيد لحضرتك. طبعا برحب بكابتن سيد وبسلم عليه اخويا الكبير، اهلا وسهلا بيك واهلا بجماهير النادي الاهلي في قناه الاهلي. مباراه صعبه، مباراه حوريه الغيني، مباراه قويه جدا، يمكن تلعب النهارده او بكره باذن الله في مركز السيرد باك زي ما مدير الفني قال مستر كارتيرون في المؤتمر الصحفي، جماهير الاهلي بتعول عليك بكره باذن الله تكون موفق وباذن الله تعمل جيم كويس دفاعي. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ان شاء الله يبقى في ماتش بكره لينا كلنا ماتش ايجابي، ونفرح جمهور النادي الاهلي ان شاء الله يحضر جمهور كبير بعد فتره غياب طويله، فان شاء الله نقدر نفرحهم ونقدر نفرح جماهير النادي الاهلي كلها ونكسب بكره باذن الله. المباراه صعبه بكل المقاييس، وكمان انت بتلعب النهارده مستر كارتون قال لك انا عندي لعيب منتخب مصر وايمن اشرف بيلعب في السيرد باك، فيعني جماهير الاهلي تطمئن. طبعا ما عنديش مشكله، انا لعبت السنه اللي فاتت كلها سيرت باك، فطبعا انا متعود على المركز دوت. اي نعم الايام اللي فاتت كنت بلعب في مركز الباك الظهير الايسر، لكن ان شاء الله اقدر ادي كويس بكره واساهم في في في, في الصعود ان شاء الله للدور الجاي باذن الله. بعد مشاهده فريق حوريه الغيني، شايف خط هجومه قوي جدا قادرين على ايقاف خطوره فريق حوريه الغيني؟ طبعا هم فرقه كويسه جدا ان شاء الله، بس احنا طموحنا اعلى من اي حد، فاحنا ان شاء الله باذن الله بالطموح دوت ان شاء الله نقدر نعدل الدور دوت باذن الله. الجمهور الاهلي بنتمنى طبعا يساندونا وان شاء الله نقدر نفرحهم باذن الله. حبيبي كابتن سيد مستمرين معاك ومعي نجم من نجوم الفريق برضو كابتن هشام محمد، بنقول لك اهلا بيك وتحياتي الكابتن سيد. ربنا يخليك واشكرك، وطبعا تحياتي لكابتن سيد، سلم عليه كتير. مباراه صعبه جدا، مباراه جماهير الاهلي بتعقد عليها امال كبيره في التاهل الى دور الاربعه، الاهلي قادر باذن الله على الفوز، شايف المباراه ازاي؟ شايف وانت كمان مركزك حساس جدا في وسط الملعب، والفتره الاخيره بدا مستواك ما شاء الله يرتقي ويرتفع. يعني الحمد لله بشكرك طبعا، واكيد ماتش مهم جدا بالنسبه لنا، يمكن اهم ماتش في البطوله، ده يوصلنا الدور اللي قبل النهائي ان شاء الله، وخطوه مهمه لينا ولنادينا.
ان شاء الله بكره باذن الله كلنا مركزين كلنا مستعدين كويس. نتمنى التوفيق من ربنا ان شاء الله يبقى محالفنا بكره وعندنا بكره يعني ميزه ان شاء الله جمهورنا باذن الله يبقى معانا بقالنا فتره جمهورنا مش موجود فان شاء الله بكره يساندنا كويس قوي ونقدر ان شاء الله نفرحهم ويروحوا مبسوطين ان شاء الله ونعدي الخطوه دي باذن الله. خطوط فريق حلال غيني وسط ملعبه وهجومه يعني ممكن الحمل الثقيل عليك وسط على وسط ملعبنا ودفاعنا شايف ممكن تعملوا زي مع خطوره وسط ملعب بالحريه وهجومه. هي فرقه كويسه طبعا واحنا استعدنا لها كويس وذاكرناها كويس ومستمرين ان شاء الله النهارده كمان في الاوتيل عندنا محاضره هنراجع على بعض الحاجات فمستعدين كويس وبنشتغل كويس عليهم وان شاء الله بكره احنا نبقى احنا الاحسن واحنا الافضل واحنا نفرض اسلوبنا هنشتغل طبعا عليهم بس الـ 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 الاهم من كده حالتنا احنا واحنا عايزين نعمل ايه فان شاء الله احنا ما قدرناش حاجه غير الفوز ان شاء الله اللعيبه كلها بكره تبقى على قدر المسؤوليه ونحقق الهدف المطلوب ان شاء الله. عندنا غيابات كتيره جدا في الفرقه بس مقوله شهيره بيقولها كابتن سيد وكل اهلاويه الاهلي بمن حاضر 11 راجل في الملعب بكره باذن الله رغم الغيابات الكبيره جدا ولكن ال 11 راجل في الملعب مع دكه البدلاء قادرين باذن الله على الفوز. يا رب ان شاء الله يعني يمكن لعيبه الاهلي كلها على قدر المسؤوليه دايما وتملي لعيبه الاهلي اللي موجودين كلهم يعني مستوى واحد وكل المجموعه الموجوده مميزه. طبعا كل التقدير للعيبه اللي مش موجوده لعيبه كبيره طبعا وان شاء الله يعني ربنا يشفيهم ويرجعوا لنا بالسلامه مقصرين طبعا معانا اكيد غيابات مهمه بس البركه في الناس الموجوده ان شاء الله وبكره كلنا مستعدين اي حد هيبقى جوه الملعب هيموت نفسه ويقاتل عشان النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي واحنا البطوله دي غايبه عنها عننا بقى لنا فتره ودي البطوله الاهم بالنسبه لنا فان شاء الله باذن الله بكره كلنا قلب رجل واحد ومركزين ان نفرح ان شاء الله يعني بلدنا ان شاء الله بكره باذن الله. لازم تقول كلمه جمهور الاهلي. يعني بقى مبسوطين جدا ان شاء الله ان بكره يبقوا حوالينا ومعانا واحنا من زمان قوي نفسنا الفتره دي يعني اللحظه دي تبقى موجوده ان شاء الله بكره يبقوا دافع لينا باذن الله ونفرحهم ان شاء الله. بالتوفيق. حبيبي. سعيد مستمرين معاك ومعانا طبعا مستر كارتيروني مدير الفني لفريق النادي الاهلي. بنقول لك بنقول له كابتن بنقول لك بنقول له يعني ربنا يوفقه بكره باذن الله ويكون يعني مباراه كويسه. اتكلم في مؤتمر صحفي عن فريق حرار غيني ان فريق محترم فريق منظم يمتلك خط وسط وخط هجوم قوي جدا ولكن الاهلي قادر على الفوز باذن الله. وجماهير الاهلي بتعقد امال كبيره على الراجل. Bah c'est je les remercie de leur confiance. Moi j'ai également je leur demande aussi vraiment de nous aider énormément demain parce que vous savez tous les matchs sont difficiles, on est en quart de finale, on joue à domicile. Il faut vraiment que notre public nous pousse vers la victoire et fasse pencher la balance. On a vu sur le match aller que c'était très équilibré. Cette fois-ci, il faut vraiment que nos supporters soient le 12e homme et nous conduisent vers la victoire. انا بشكر طبعا جماهيرنا على الثقه دي وطبعا احنا بنعول عليهم دور كبير ان هم يساعدونا ان احنا نتاهل للدور ليهم وجود اصلا معانا ولازم يكون في ظهرنا عشان نتاهل زي ما احنا شفنا الماتش الاولاني كان ماتش صعب 0-0 ولازم الماتش ده نكسب ونعمل نتيجه ايجابيه وجودهم معانا هيبقى نقطه قوه بالنسبه لنا عشان نتاهل للدور نصف النهائي. أسوأ النتائج بتبقى 0-0 يا دكتور عمرو يمكن وبتخوف جميع الجماهير ساكن هنا او ساكن هناك دي حاجه والحاجه الثانيه عنده غيابات كتيره جدا هيتعامل ازاي مع النقطتين دول؟ Les absences me permettent toujours de donner du temps de jeu à des joueurs qui le méritent et qui sont aussi de très bons joueurs. Donc je vois plus ça comme de manière positive sur la possibilité de donner du temps de jeu à des joueurs qui le méritent. Bah, le 0-0, oui, c'est vrai qu'on a notre secteur défensif qui a fait un grand match au match aller. On n'a pas réussi à marquer, malheureusement. Maintenant, on a notre destin entre nos pieds. On joue à domicile, on doit gagner demain. Une victoire, quel que soit le score. Et j'espère avec de nombreux buts. بقول طبعا 0-0 ما كانتش نتيجه كويسه الماتش الاولاني كان بس كان في قوه دفاعيه من ناحيتنا وعرفنا نقفل ما دخلش فينا اجوان كان نفسنا طبعا نجيب جون بس بكره مصيرنا في رجلينا في الملعب ان احنا نحقق اي نتيجه ايجابيه اي فوز هيأهلنا وصلنا للنصف النهائي. نشكره وباذن الله نتيجة ايجابيه بكره باذن الله. شكرا. كابتن سيد يمكن دي كانت لقاءاتنا مع المدير الفني مستر كارتيرون وطبعا المترجم الدكتور عمرو ونجوم الفريق كابتن هشام محمد والكابتن ايمن اشرف. روح انا عوده ليك. اتفضل.
شكرا شريف، متشكر جدا. يعني لقاءات في منتهى الأهمية مع أيمن أشرف وهشام محمد وكارترون كمان. كابتن أسامة حابب تعلق على حاجة في الكلام أو حتى موقف كارترون مع هشام محمد؟ طبعا دي حاجة بتبقى روح كويسة من المدير الفني إنه يبقى قريب من لعبته، يعني كمان بيقرب مسافات كتير، بيقرب مسافات وبيحب مدربه، مش بس على طول تعليمات فيها جدية وفيها ساعات بيبقى فيها شد. فالمواقف اللي زي دي بتقرب اللعيب والمدرب من بعض والجهاز، فروح حلوة طبعا من كالترون يعني، وواضح ان هو ذكي وبيعرف يتعامل مع اللعيبة يعني. طب وده كلام جميل، عجبني كمان اللقطه هي قدامنا. عجبني كمان ان يعني ايه في تعبيرات الوش، فيها لغه الجسد زي ما بيقول، يعني مفيش توتر، مفيش تهتم، مفيش عصبيه، وده حلو. يعني بيتنقل للعيبه حلو في مباراه مهمه زي كده. طيب خلينا نروح للقاء نفسه بقى، من وجهه نظر كابتن اسامه ازاي يبدا الاهلي؟ انت بتتكلم على الفرقه ولا شكل اللعب؟ يعني الفرقه الاثنين، يعني هو طبعا في غيابات بكره هتخلي مستر كاتالوني يفكر في حاجات. بداية الباك اليمين غالبا احمد، يعني احمد فتحي، والشمال معلول، والشناوي في حراسة المرمى، وكل بال هي دلوقتي اللي موجودين. طبعا نجيب ربنا يشفيه عامل عملية يعني، وسعد سمير مصاب، في ايمن اشرف ومحمد هاني. ايمن اشرف لعب كتير في المكان ده ومتمرس فيه، يمكن كالترون واضح ان هو مش مقتنع تماما ان هو يبقى موجود، والدليل على كده انه لما بيلعب سعد سمير وكوليبالي، لما بيغيب سعد بيلعب نجيب، او لما يغيب كوليبالي بيلعب نجيب. فواضح ان ايمن اختيار، هيبقى اختيار رابع، وفي محمد هاني. بس يعني انا من وجهة نظري ان ايمن اشرف لعب الفترة اللي فاتت كتير في المكان دوت، و يعني حافظه اكتر. هاني بيلعبه كويس، ولعب مع السنه اللي فاتت مع كابتن حسام ماتشات كتيره وبيأدي فيها برضه. لكن ايمن خلاص يعني، مع سموحه كان فترات طويله بيلعب في المكان دوت مع النادي الاهلي، كل الماتشات اللي لعبها قبل ما يجي كالترون ما يعني الباك ليفت لعب فيها قليل، فالاصلح انه يلعب ايمن جنب كوليبالي. بس هي الفكره ان كوليبالي واضح انه بيحب يلعب ناحيه الجنب الشمال. صحيح، في ناس كده يعني، في موسكين لما بيتنقل من جنب لجنب بيبقى في لخبطه. يعني انت حتى انا في الماتش بتاع دي ملحوظه مهمه فعلا يعني مع سعد نجيب بيروح ناحيه الشمال. ايوه يعني نجيب لما بيلعب مع كوليبالي، انت عارف واحنا مع مارتينيور او قبليها مع جوزيه، نجيب كان بيلعب ناحيه الشمال، بيحب يلعب ناحيه الشمال. صحيح، فواضح انه نجيب هو اللي راح ناحيه اليمين. هي دي اللي عورته. لا مش بهزر والله، يعني ده بتكلم بجد يعني. في مساك بيلعب في الشمال كويس، وفي اليمين كويس، وفي واحد ما بيعرفش بيبقى مايل في حته اكتر. فهل دي هتخلي لو كوليبالي ما بيقدرش يلعب، لان ايمن اشرف احنا عارفين ان هو اشول وهيلعب ناحيه الشمال، فهل بقى دي هتخلي مستر كالتيرون يفكر لو كوليبالي، لان هو اكتر واحد حافظه، لان هو كان بيمرنه في مازيمبي وكان بيمرنه في يعني اشتغل معاه كتير. لو كوليبالي ما بيستريحش ناحيه اليمين، هو لعب منتخب مالي على فكره ناحيه اليمين كتير، ممكن يبقى خلاص يبقى كده هيلعب ايمن اشرف وكوليبالي. لكن انا بتكلم انه ممكن كان لو كوليبالي ما بيعرفش يلعب ناحيه اليمين، ممكن يفضل هاني بقى. يبقى شمال ويلعب هاني. انا يعني انا دي يعني فكرت فيها، ممكن يكون ده ساعات ممكن ما يرتاحش هو في المكان ده، فغالبا هيلعب ايمن اشرف وكوليبالي خلاص. لو كوليبالي بيرتاح ناحيه اليمين، ومعلول في النص يلعب هشام وحسام عاشور وليد، وغالبا اسلام محارب زي الماتش اللي فات. هي الفكره ان دلوقتي ناصر ماهر غايب وازاره طبعا في الامام. انا افضل في ظروف زي ديت، وغياب ناصر ماهر وغياب ميدو جابر وغياب اكتر من لاعب، انه صلاح محسن هو اللي، انا مع كابتن شريف في الموضوع ده، صلاح محسن هو اللي يبتدي مع ازاره. بس برضه ترجع تقول انه بره مروان محسن مش موجود. طب هو لو حب يغير الوضع، لو واحد فيهم مش موافق او عايز يغير، لانه كده مفيش الا غير وليد ازارو وصلاح محسن بس. صحيح، في راس الحربه. لكن الطبيعي كبدايه في مباراه زي دي صلاح محسن مع ازارو. ده انت بتتكلم على شغل مدرب ما بينامش كده. ما هو طبيعي، ما هو طبيعي، ما عشان شغلانتي برضه. هو المبدا بس عايز يخلص من المباراه من الاول، ولا لسه عايز ياخدها على مراحل؟ بس كابتن شريف برضه ما في نقطه لازم هو يفكر فيها. لازم يفكر في استمراريه الماتش. والدكه بتاعته شكلها ايه زي ما انت قلت؟ افرض لا قدر الله، يعني ربنا يحفظ الجميع،
ساعات بيحصل اصابه ده ده على طول بيحصل كده. واحد مش موافق نجم الساحلي النهارده ربع ساعه النجم الساحلي في اول ربع ساعه تغيير، لا في الاول كانت اصابه اضطراريه والثانيه كانت فنيه استعجل فيها طبعا. يعني انا افضل زي ما انت قلت ان صلاح محسن مع ازارو في البدايه وانا معاك لما رجعت لقيت انه مروان محسن مش موجود على دكه البدلاء فهو ممكن يفكر ان يلعب بازارو بس وصلاح محسن هيفضل لانه ما يعرفش الاحداث هتبقى ايه وهيلعب واحد تاني تحت يعني تحت ازارو ممكن يبقى وليد يودي مؤمن ممكن انا بقول لك الطريقه ديت ممكن يبقى مؤمن زكريا رضو ممكن مؤمن بقى يبتدي الماتش ويبقى يفضل صلاح محسن على لكن هي الطبيعي انا شايف ان فرقه حريه هم لعيبه كويسين قوي في نقل الكوره لكن انا ما حسيتش ان هم شرسين يعني مش من الفرق الشرسه ما حسيتهاش رقم 30 بس مانديلا اللي هو رقم 30 مانديلا لعيب كويس طبعا رقم 26 اللي هو مامادو ده لعيب كويس رقم 9 متحرك جدا اللي كان بيلعب ناحيه اليمين ناحيه معلول كمارا برده ولاعيبه كويسين وبينقلوا الكوره كويس ولكن انا ما حسيتش بشراسه في ملعبهم يعني ساعات فرق بتبقى اقل منهم بس بتبقى فيها شراسه يعني النادي الاهلي هناك انا شايف انه ضيع فوز في صلاح محسن ضيع لما نزل ضيع كورتين ازارو ضيع واحده يعني كنا ممكن جدا نخلص الماتش هناك لكن عشان كده انا بقول ان صلاح محسن وازارو بس رجعت قلت عشان مروان مش موجود هي دي الفكره لكن انا مش شايف انه هم فرقه كويسه وكل حاجه بس عندهم ثغرات في خط الدفاع ومش شرسين في الجزء الامامي فيعني في الغالب انه لازم طبعا نضغط من البدايه لازم نرهبهم وان شاء الله يبقى التوفيق معانا. طيب احضرنا يا بلال في الموضوع ده يعني غياب ناصر ماهر احمد حمدي ممكن ما ياخدش بشكل كبير بالنسبه للراجل يعني ما بيعتمدش عليه في الفتره الاخيره طبعا مش هيدفع من البدايه فهل من الانسب كده ان انت تلعب 4-2-3-1 مع عدم وجود حد في المكان ده رقم 10 كبوزيشن اساسي بالنسبه له ولا تلعبها بقى صريحه 4-4-2 وجهه نظرك؟ شوف هو طبعا رقم واحد بالنسبه لمستر كارتيرون ان هو بيفكر في الحاله الدفاعيه رقم واحد بالنسبه له هو راجل مش عايز يعني بيهتم بالحاله الدفاعيه ان انت مش عايز يدخل فيك اهداف هو يمكن اتكلم من شويه في الـ في الـ في الانترفيو بتاعه كان بيقول ان احنا الحاله الدفاعيه بالنسبه لنا كانت جيده جدا قدرنا نخرج من المباراه بنتيجه 0-0 اي مدرب في المباراه كابتن سيد اللي اتفقنا عليها في مباراه النوك اوت بيركز رقم واحد وما يجيش في جول انا بالنسبه لي رقم واحد بامن كويس جدا في الناحيه الدفاعيه تمام بحاول ان انا ما اخليش الفريق الخصم ان هو يبقى ضاغط ما اديلوش مساحات داخل الملعب بعد كده بفكر في النقله الهجوميه بتاعتي النادي الاهلي بطبيعته هو فريق هجوم النادي الاهلي عنده امكانيات هجوميه كبيره جدا بتلعب في ملعبك ما عندكش مشكله النهارده ممكن تلعب ممكن تغير طريقه اللعب بتاعتك انت ممكن تبتدي الجيم 4-2-3-1 ولكن وانت بتهاجم ممكن تقلبها ل 4-4-2 ودي تبقى انسب طريقه للنادي الاهلي في بكره في المباراه انك هتفتح الملعب في الناحيه الهجوميه عندك سرعات ناحيه اليمين وناحيه الشمال عندك اثنين موجودين في القلب انت مشكلتك برضو المباراه اللي فاتت ان انت لما كنت بتروح في القلب كان بيروح برضو وليد ازارو لوحده لو كان معاك اثنين تانيين جوه في القلب كنت ممكن تسجل اهداف بسهوله جدا هم عندهم مشكله كبيره جدا في القلب عندهم التمركز خاطئ جدا عندهم فرق سرعات ما بين وليد ازارو وما بين الاثنين اللي موجودين استوبرين المباراه دي ممكن يامنوها بشكل جيد يعني انت بتلعب هم بيلعبوا على ملعبهم الجيم مفتوح شويه بيهاجموا بشكل كبير فعشان كده كان عندهم خلل في الحته دي لكن لما يبقى عندك زيادات وعندك سرعات وعندك تحركات يعني الحاجات اللي فيها اختراق الحاجات اللي فيها بنتريشن يعني حاجات الثرو باسز ممكن ويبقى عندك اثنين عندهم سرعه تقدر بسهوله جدا انك توصل لمرمى فريقهم خاصه ان انت اقل حاجه عندهم او اقل خط هو خط الدفاع بالنسبه لهم سهل جدا يخترق سهل جدا تشتغل على الكرات العرضيه لما شفنا المباراه اللي فاتت كل الكرات كل الثرو باسز والكرات العرضيه لصالح النادي الاهلي فيها خطوره الشوط الاول كان ممكن تخرج كسبان هدفين او ثلاثه الشوط الثاني اتقلب الوضع يمكن انت رجعت شويه الاجواء برده صعبه الحر الفريق بتلعب على ملعبه وانت بالنسبه لك برده نتيجه 0-0 مؤمنه بالنسبه لك نوعا ما عندك مباراه على ملعبك فعشان كده الشوط الثاني كان مختلف عن الشوط الاول لكن انت لو فاجئت لو لعبت بالشكل ده 4-4-2 الصريح او 4-2-3-1 وتحولت وانت بتلعب هجومي 4-4-2 تقدر ان انت تشتغل تعمل شغل كويس على الاطراف وفي العمق ما عندكش حد يقدر يلعب الحته دي لو لعبت حد من اللي موجودين سواء اذا كان اسلام محارب لو لعبت حد تاني في قلب الملعب ممكن تعمل زحمه بس ما يديكش الامكانيات او ما يديكش المردود الايجابي داخل الملعب انا ممكن العب بنفس الطريقه بس اللعيب اللي موجود عندي هل يقدر يصنع الحته هل يقدر يشتغل الحته دي بشكل كويس هل ممكن يقدر يصنع لي الفرق في الحته دي الحته اللي قدام الاثنين الميد فيلدرز لا الاثنين اللي موجودين ما يقدروش فممكن تغير طريقه اللعب بتاعتك تفتح الجيم سهل عليك في ملعبك انك تفتح الجيم عليهم هتبقى سهل بالنسبه للنادي الاهلي سهل تخترق سهل تشتغل من على الاطراف هيبقى عندك اثنين في القلب صلاح محسن وعندك وليد ازار ويشتغلوا الكرات العرضيه وهم بيجيدوا الشغل في الكرات العرضيه بشكل كبير جدا وانت كنادي اهلي كمان من طريقه شغلك
ومن طبيعه شغلك الهجوميه ان انت بتعتمد على اطراف ملعب الباكين بتوعك، ان انت بتشغلهم، هم بيعملوا كروسات عرضيه، ففرصه بالنسبه لك لو لعبت اثنين فراده بكره مع التقدم مع الشغل بتاع علي معلول والشغل بتاع احمد فتحي الكرات العرضيه انك تقدر تسجل في بدايه اللقاء، ممكن تقلب بعد كده لو سجلت هدف، ترجع لطريقه اللعب العاديه بتاعتك 4 2 3 1 او 4 3 2 1 على حسب سر اللقاء وعلى حسب برضو على حسب يعني اللعيبه بتاعتك فايقه ولا مش فايقه، في لعيب ممكن تلاقيه بكره مش فايق في الملعب، لكن لازم يعني من بدايه اللقاء انك تلعب تلعب 100%. خلي بالك يعني انا النهارده دي مباراه 90 دقيقه ما بتلعبش اكسترا تايم، فعشان يبقى عندك مثلا بديل بره انت مستنيه، انت عندك مباراه 90 دقيقه بس، فانت محتاج انك تلعب فل، محتاج تلعب 100% في المباراه، محتاج تلعب بكل الاوراق الرابحه اللي بالنسبه لك، مش هتقعد واحد وتنتظر، لو قعدت واحد ولا قدر الله يعني جه في الجول وارد جدا ان يجي في الجول بكره، هتضطر انك تعمل وارد. تغير من موازين فكرك خالص داخل المباراه، هو تتصعب عليك الجيم، فانا رايي النادي الاهلي يلعب بالشكل ده بكره ان شاء الله. على العموم هنشوف تقرير خاص بالمصابين، وبعدين هنتكلم كمان في قوه هترجع للحريه بكره، هو حارس مرماهم نضاي واحد من احسن حراس البطوله في موسم 2018 البطوله الافريقيه، رجوعه بكره كان موقوف في اللقاء الذهاب هناك في غينيا، لكن بيعود بكره واحد من الخامات الاساسيه في فرقه الحريه. تشكيله الاهلي مع نجومنا بعد ما نشوف التقرير اللي جاي، كابتن شريف وكابتن اسامه وكابتن بلال، من وجهه نظرهم مين يبدا بكره ال11 اللي هيبدا بيهم الاهلي اللقاء؟ يستعد الجهاز الفني للأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لإجراء بعض التغييرات في تشكيلة الفريق الأحمر في مواجهة هوريا الغيني في إياب دور الربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها السبت، وذلك بسبب الصعوبات التي يواجهها الفريق التي تتمثل في غياب بعض عناصر الفريق بسبب الإصابات التي داهمت صفوف الأحمر خلال الفترة الماضية، والتي تسببت في غياب سعد سمير مدافع الفريق بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية، حيث فشل في الاختبار الطبي في ميران الخميس حيث شعر ببعض الآلام، مما جعل الجهاز الطبي يستبعده من قائمة اللقاء وعدم المجازفة به. هناك أيضا وبنفس الإصابة ميدو جابر الذي عاد من الإصابة وشارك في التدريبات ليكون جاهزا للقاء، ولكن عاودته الإصابة في الميران الأخير قبل دخول الأهلي المعسكر المغلق ليخرج من حسابات الجهاز الفني مرة أخرى. يفتقد أيضا الأهلي جهود عمرو سولية في وسط الملعب بسبب إصابته بشد في العضلة الضمة، ولحق به المدافع محمد نجيب الذي تعرض لإصابة طويلة بقطع في غضروف الركبة وأجرى عملية جراحية ويغيب لمدة تزيد عن شهر. يفتقد هجوم الفريق الأحمر للمخضرم مروان محسن الذي يعاني من شد في العضلة الأمامية، بالإضافة إلى الغائب منذ فترة ليست بالقصيرة الناجيري جونيور أجاييه. رغم غياب 6 لاعبين من العناصر الأساسية إلا أن الجهاز الفني يرفع شعار الأهلي بمن حضر، فغياب ثنائي الدفاع سعد سمير ومحمد نجيب سيجعل الفرنسي كارتيرون يضطر للجوء إلى أيمن أشرف الظهير الأيسر ليقوم بدور سعد ونجيب بجوار المالي سليف كوليبالي، وأيضا هناك الواعد هشام محمد ليقوم بدور عمرو سولية في الوسط بجوار حسام عاشور، في الوقت الذي يعتمد فيه كارتيرون على الرباعي وليد سليمان، إسلام محارب، مؤمن زكريا، أحمد حمودي لتعويض غياب ثنائي ميدو جابر وأجاييه، وأيضا الثنائي وليد أزارو وصلاح محسن في ظل غياب مروان محسن. الجميع داخل معسكر الأحمر يستعدون للقاء هوريا الغيني ويرفعون شعار الأهلي بمن حضر من أجل تحقيق الفوز والصعود للنصف النهائي، وذلك في خطوة جديدة للأهلي للعودة لمنصة التتويج وإسعاد الجماهير الحمراء. ان شاء الله الرحمن يوم اهلاوي، مش عايز اقول لكم كميه الرسائل والله اللي جايه لي دلوقتي كلها صور صور صور، هنحاول نعرض بعضها، بس في صوره خاصه جايه لنا من سوريا برضه هبعتها، ومن كل البلاد حتى العربيه السعوديه والامارات وكل البلاد بتبعت لنا صور دلوقتي، زي ما قلت لحضراتكم الموضوع مستمر،
بكره اهلاوي مش النهارده بس، في كل الاوقات يعني، مش خاص باللقاء الغد بس، ان شاء الله الرحمن يبقى باذن الله مكملين معاكم. عايز اوصل ل 10 و15 الف صوره في الشهر. كابتن شريف، التشكيله الامثل بقى سيبك من الظروف، في ظل المعطيات اللي احنا فيها او الاسماء اللي مطروحه قدام حضرتك، اختار لنا تشكيله من وجهه نظرك. انا احساس الشخص انا او اسلوبي انا في طريقه اللعب او اللي انا شايفه، بس فعلا الظروف حكمت الاداره الجهاز الفني كله في بعض اللاعبين اللي هم قدامنا، اذا كان شريف اكرامي او الشناوي. هل الشناوي برضو كنت سامع ان الشناوي متعور يعني، هل اتعالج ورجع؟ يبقى الشناوي سليم الحمد لله، سليم يبقى الشناوي ان شاء الله. احمد فتحي، انا مع كابتن اسامه في حته هل هينفع كوليبالي يلعب ناحيه الشمال او ناحيه اليمين، او هو زي ما انت اتفضلت وقلت لعب مع الراجل قبل كده في المكان ده. انا شايف ان محمد هاني ده لعيب كبير جدا وتمرس على الحته دي قبل كده، وبيديني انا كشريف عبد المنعم اطمئنان الحقيقه، وبيلعب معاه كوليبالي جنبه، ومصر انا ان ايمن اشرف يبتدي في ناحيه الشمال. حاله تعويضيه للغيابات بقى اللي هي حصلت في الفرقه، وحطيتنا احنا دلوقتي في شكل ان في كريم نيدفيد وفي احمد حمدي وفي احمد حمودي ومؤمن زكريا، ده اربعه دول عشان احنا نختار بينهم الاعداد النفسي بالنسبه للعيبه دي. انا مش شايف ان في صعوبه جدا ان انا النهارده قلت كريم نيدفيد ينزل يبتدي عشان تعمل لي سرعات وتعمل لي حاجه، في شكل نفسي على كريم نيدفيد مش مقبول اصلا لحد دلوقتي، او التوجيه او التحضير ليه ما كانش موجود قبل كده سابقا. مؤمن زكريا عنده اشياء خاصه بوجوده وعدم وجوده واسلوب لعبه الفتره، انا ما اعرفش ده شيء يرجع للجهاز الفني. احمد حمودي اعتقد ممكن يستعين بيه، ده اللعيب الوحيد. قول التشكيله يا كابتن شريف. انا بقول لك انا 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 قول التشكيله. طب يلا بينا بقى. يبقى قلت انا ايمن شناوي، احمد فتحي، احمد هاني، كوليبالي، ايمن اشرف، معلول، اسلام محارب، وليد سليمان، صلاح محسن، ازارو. انت وقصدك في نص الملعب بقى حسام عاشور وهشام كالمعتاد؟ حسام عاشور بس. يا انت عايز تلعب ايه؟ 4 1 4 1 4 1 3 2 دي اللي انا قلتها معاك الماتش اللي فات اللي هو كان هناك. قلت انا عايز العب ب 4 1 3 2. انا رافض الشكل الموضوعا، وانتوا قلتوا لي بس عشان بنلعب هناك ماشي، يبقى حسام عاشور وسوليه، سوليه متعور اصلا مش هيلعب هناك، يبقى حسام عاشور وهشام محمد، مش كده؟ انا برفض قصه 4 2 3 1 دي، وخاصه ان انا على ارضي، وخاصه ان انا متاخر بنتيجه 0 0 لان لو دخل فيا جون او بشكل تعويضي او هنبقى في... انا عايز زي ما قال بلال 100% قوتي كلها بكره تبقى في الملعب. انا ليه قلت محمد هاني وايمن اشرف ومعلول؟ ليه الثلاثه يا كابتن سيد جوه الملعب؟ اللي انت بتقوله ده حاجه هجوميه بحته، دول جواكب للشوط الثاني ممكن لظروف الشوط ده لو النتيجه مش ماليش ظروف ثاني. انا عندي اول 45 دقيقه هي دي المباراه، انا بكره بلعب سيمي فاينل، مش بلعب ان انا هروح العب السيمي فاينل. انا بكره بالنسبه لي المباراه انا كشريف عبد المنعم ده السيمي فاينل اللي هيوصلني للفاينل. انا بكره مباراتي دي بعد الاخفاقات العظيمه لجميع الفرقه دي، انا رايح بكره الفاينل. انت هتلاعب مين بعد كده ان شاء الله لو كسبت؟ هلعب وفاق الصيف. وفاق الصيف يعني انت عندك فاينل المباراه الاولى عندي على فكره، ولو خدت كسبت وفاق الصيف ان شاء الله باذن الله يبقى انت كده خدت البطوله. اي فرقه ثانيه بالنسبه لك الملعب بتاع رادس كويس، انت بتلعب عليهم وحافظهم كويس، انت تكون لملمت شويه من الاصابات اللي جات لك، فان شاء الله زي ما انت قلت في اول برنامج نكون احنا حاسين البطوله بتاعتنا يا رب ان شاء الله باذن الله. طيب موافق على التشكيله بتاع والطريقه؟ مش التشكيله والطريقه ده على فكره النهارده حاجه غريبه جدا، عملوا حاجه غريبه جدا ما شفتهاش خالص يا كابتن اسامه. راحوا اتمرنوا في اهلي مدينه نصر، ده طبعا مانديلا المدكوك المكوك الصغير ده يعني شبه الجني بتاع عارف اللي هو بتاع فودافون. انا عايز اقول حاجه بس على الراجل ده قبل ما تروح لاسامه. الراجل ده انا شفت له حديث بيتكلم عن ايه، في خياله كله ان ازارو هو بس اللي هيلعب بمهاجم واحد. ازارو هو اللي بيقدر يهدف. النادي الاهلي نادي كويس بتقارب الخطوط وكل حاجه، فانا كنت شايفه بيتكلم النهارده شفت له انترفيو ان هو مش متخيل ان انت ممكن تهاجم معاه باتنين فراوده. انت عايز تفاجئه. طيب خليني اقول لك هم عملوا حاجه غريبه جدا، راحوا اتمرنوا في اهلي مدينه نصر وراحوا بس استاد السلام، تمشوا حوالين استاد السلام خايفين ايه بقى من السحر دول ولا مش عارف. طيب موافق على الطريقه والتشكيله ولا ليك وجهه نظر ثانيه؟ يعني الطريقه في اختلاف شويه، لان انت صحيح بتلعب ماتش وعايز تكسبه من بدايته، لكن المباريات اللي زي دي بتستمر برضو 90 دقيقه، ما بقدرش ارسم سيناريو 100% انه لازم يتحقق في اول ربع ساعه او 25 دقيقه، فلازم الماتش ممكن يمتد معايا. ف يعني هو مش فيش اختلاف كبير، الاربعه اللي ورا زي ما قلنا انه فتحي وكل بالي وايمن اشرف ومعلول وعاشور وهشام محمد،
وبكره المجازفه بس انه، وطبعا وليد واسلام محارب، المجازفه في صلاح مع ازارو، او ممكن يبقى صلاح على طرف وده بيلعبها في ام بي كتير. انت تشكيلتك ما هو ده كده، ووليد تحت يعني، وليد هو اللي يبقى ورا يعني اللي هو في العمق اللي هو 9.5 يعني، يا اما صلاح محسن يبقى هو اللي تحت ازارو وبيتبادلوها، يا اما صلاح في الجنب ووليد هو اللي يخش لجوه، لكن هم دول ال11. اه يعني خلاص تلعب برضه 4-2-3-1 4-2-3-1 او 4-4-2 احيانا. ما هو صلاح محسن لو لعب يعني مثلا يبقى اسلام ووليد على الطرفين مثلا، ايوه، وصلاح محسن ولعبوا في ماتشات يعني الشوط الثاني مثلا في المباراه اللي هناك صلاح نزل ولعبوا بذل الشكل، الاهلي كان اخطر. ما طبعا ما هو صلاح لما بينزل الاهلي بيبقى اخطر، ما احنا متفقين في دي، بس احنا بس كل اللي بنقوله انه مفيش راس حربة اساسي، مفيش راس حربة قاعد على دكة البدلاء. اللي موجودين مؤمن زكريا اذا ما ابتداش، احمد حمودي، ودول اطراف، احمد حمدي وكريم ندفيد بقالهم كتير ما بيلعبوش، هل هو هيثق انه يلعبهم ولا لا؟ يعني انت كل اللي هيبقى عندك مؤمن واحمد حمودي اذا احنا زي انا قلت التشكيل ده، فهي دي بس اللي فيها مجازفة شوية، ان صلاح يبتدي مع ازارو بس. بلاد. بص انا يعني مش هختلف كتير عن الكباتن، برضو الشناوي، معلول، ايمن اشرف، كوليبالي، احمد فتحي، هشام محمد، عاشور، وليد سليمان، اسلام محارب، صلاح محسن، ووليد ازارو، هم ده التشكيل المفترض، هو دي الاوراق المتاحه بالنسبه لك انك تلعب بيها. انا 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 رايي الشخصي يعني انه ما ينفعش، انا واحد ما بلعبش بلاي ميكر يا كابتن، يعني مش هلعبه بلاي ميكر بالعافيه، تمام، مش يعني خلاص مش هحط بلاي ميكر يعني، طالما هو مش امكانياته كده، هلعب زي ما بتلعب نهايه كل المباريات اللي بتلعبها. انا اروح برضو للراي ده، يعني كل بلاي ميكر اللي يلعب ده خلاص ما تلعبش بيه، يعني كل نهايه المباريات اللي بتلعبها بترجع في الاخر انك تلعب 4-4-2 والمباراه اللي فاتت برضو زي ما كان كابتن شريف بيتكلم من شويه، لما لعبنا 4-4-2 ونزل صلاح محسن جنب وليد ازارو، ابتدينا برضو نشوف مساحات ورا المهاجم، لان انت عندك اثنين عندهم سرعات، ودي ميزه ما بتلاقيهاش فرق كتير، انك يبقى عندك الاثنين الفراوده، الاثنين عندهم سرعات، الاثنين اكتف على الجول، الاثنين يعني عندهم الشراسه الهجوميه، الاثنين يقدروا يسجلوا اهداف. فلو لعبت بالشكل ده اعتقد الاهلي ممكن يتفوق بشكل كبير جدا من بدايه اللقاء، يعني انما تنتظر انك تلعب 4-2-3-1 وتحط واحد يلعب بلاي ميكر سواء كان وليد سليمان او اسلام محارب، والاثنين مش طريقه لعبهم ولا امكانياتهم تسمح انهم يلعبوا في الحته دي، هتعمل زحمه في نص ملعب ومش هتلاقي مساحات ومش هتلاقي سرعات في الحته ومش هتلاقي مساحات ولا هتلاقي السرعات اللي موجوده عندك انك تقدر تخترق بيها. عايز تقول حاجه؟ اتفضل. هو التشكيله خلاص، ما احنا متفق بال11 بالظبط زي بلال. احيانا ممكن جدا صلاح محسن بيلعب على الطرف، ودي لعبها كتير في انبي، على الطرف الجنب اليمين هو قدام احمد فتحي، اذا احتاجنا ان وليد هو اللي يخش في العمق، وبرده وليد لعبها كتير معانا في اوقات لما كان بيبقى غايب، لان وليد مش هنقول 100% في المكان ده، ولكن بيقدر يعمله اللي هو تحت راس الحرب. لكن هو خلاص لو ما لو فيها مشكله، صلاح محسن بيجي هو اللي جنب ازارو، ووليد بيجي على الطرف، لكن هم ال11 دول اللي احنا يعني انا بالنسبه لي شريف يعني. الشكل بقى يعني شكل البدايه بقى عامل ازاي؟ الطريقه نختلف نتفق عليها، كل واحد له طريقته واسلوبه اللي ممكن يدير باللقاء، لكن الشكل بقى، هل الاهلي يعتمد من البدايه على اسلوب ضاغط من الامام، ولا وجهه نظري يقول لك لا استدرجهم شويه، اخليهم يطمعوا شويه، يبداوا يتحركوا عندي شويه عشان اوجد مساحات اللي انا متميز بيها في السرعات بتاعتي، سواء كان عن طريق وليد ازار او صلاح محسن لو لعب. انا هتفق معاك دايما، انا كنت بتفرج عليك وانت كنت مدير كوره ومعاك جهاز فني، كنت لما بيبقى عندكم مشكله اول حاجه بتعملوها بتروحوا عاملين ضغط على المنافس، بتضغطوا عليه، واللياقه البدنيه بتاعتك بتسمح لك دايما ان انت الكره تبقى في متناولك، انت الميز باص بيبقى قليل جدا، هو ده سر النجاح بكره في مباراه بكره، انك انت الميز باص بتاعتك في الملعب ما تبقاش مقطوعه، ما يبقاش في كونتر اتاك على طول يترجم اهتزاز لاي خط من الخطوط، اذا كان نص الملعب او من الديفندر بتاعك او حارس المرمى يحس ان انت عندك خلل وانه بيتشاط عليه بيعمل عليه، فحته الضغط اللي انت بتتكلم عنها دي اساسيه في المباراه. تاني حاجه، احنا ليه بنقول ان انا عايز العب باثنين قدام اسامه واحمد؟ كلنا عايزينهم، بس اسامه يقول لك تحت شويه، انا ليه عايز اعمل كده؟ انا عايز اعمل كده لان انا عايز اوقف الخطوط بتاعتهم ما تقدرش تطلع عليا، انا ما بحبش فيرود واحد يدافع على اربعه يقدر من اي طرف الاقي اللعيب بيوصل لاسامه لغايه نص الملعب عندي، انما لما يبقى ازارو ماسك ناحيه يمين او صلاح ماسك يمين والراجل التاني ناحيه الشمال مع الهف بتاعه بيبقى جاي مع تقدم الباك ليفت بتاعي بيقفل الشغل، كل اللي بيعمله الراجل اللي هو على ملعبي بكره اللونج باس،
اللونج باس اللي هو بيبقى سهل على كوليبالي او اي حد ينزله لحسام عاشور اللي بيستلم ويقدر يطلع الاطراف، ودايما يبقى عندنا لغه التفوق اللي انت زي كنت النهارده بتقول فرقه ماسكه فرقه في وسط الملعب الناحيه الثانيه وان سايد جيم، هي اللي بتباشر على طول عمليه الهجوم، واحنا عارفين قمه اللعيبه اللي عندنا واللي هي بتعمل لنا الحقيقه الاستحواذ والتفوق حاليا السنه دي بكل الظروف اللي احنا فيها هو الاطراف. يعني بنجاح علي معلول بكره وايمن اشرف ده بفرقتي انا واحمد فتحي ووليد سليمان، هي دي اللغه بكره اللي احنا نقدر نترجم فيها الاهداف الحقيقه اللي انا شايفها، واحنا دايما وغالبا وابدا هي اطرافنا وعرضياتنا ودخولنا جوه ال 18 كابتن، هو ده هيبقى سر النجاح باذن الله. طيب اسالك في الشكل، ثغره في منتهى الاهميه عندهم هي الباك ليفت، فالافضل العب بوليد سليمان واحد عنده خبره وبيعرف ياخد فاول كويس وبيعرف يخش المنطقه وبيعرف يلبسك ممكن كمان فاول وبنالتي، والحاجات دي بتبقى ضغط على فكره. النهارده تدريباتهم كلها كانت على الكره الثابته، كرات الثابته الهجوميه والدفاعيه، سواء كانت ركنيات او حتى فاولات من على الاطراف، واضح جدا ان المدرب بتاعهم هيعتمد على الكرات الثابته، وده طبيعي يعني في الافارقه وخصوصا لو بيلعبوا خارج الارض. فالثغره اللي عندهم الواضحه جدا في كل مشوارهم في الافريقي هي الباك ليفت، فهل برضه في الحسابات ان انا لاعب واحد بذكاء وليد بمهاره وليد في الحته دي فيستغلها، ولا ايه رايك يا كابتن سامي؟ ايوه، ما هو انا مش مختلف، انا قلت وليد واسلام محارب على الاطراف وصلاح محسن وازارو في العمق، ولكن في الدفاع غصبا عنك لان هم عندهم وسط ملعب كويس لازم واحد فيهم بينزل تحت واحد، ما ما ما, ما ينفعش الاثنين يفضلوا معلقين على طول مش موجوده، حتى لما كان كافاني وسواريز بيلعبوا في اورجواي لازم واحد فيهم بينزل للعمق شويه مع الرباعي نص الملعب عشان يبقوا خمسه، لانه بيبقى في ديفندرات بتبقى متسابه، فلازم غصب عنك، مش معنى كده انه يلعب بشكل صانع اللعب اللي هي بيبقى فيها مثلا كان عبد الله سعيد او ناصر ماهر انه طول ال 90 دقيقه بيلعب قدام الاثنين، لكن ده طبيعي. لكن انا بقول احيانا لو انت احتجت في الشكل ده اللي هو وليد واسلام محارب وصلاح محسن وازارو، احيانا ممكن تحتاج وليد في فتره من الفترات في المباراه في العمق وصلاح محسن هو اللي بيبقى في الطرف، لانه صلاح محسن برضه سريع ويقدر يخترق من الطرف ويقدر يكمل الكرات العرضيه العكسيه، احيانا في المباراه بتعمل كده، يعني التشكيله دي تسمح لك انك تلعب بالاثنين مع بعض في العمق اللي هو ازارو وصلاح، وليد يبقى على الطرف زي ما انت بتقول على الباك الشمال واسلام محارب، وفتره ممكن جدا يتبادلوها انه صلاح هو اللي يطلع ووليد يخش تحت ازارو، فهي في متناول مستر كالتيرون يعني. طيب كابتن بلال، مش عايزين برضو ننسى الحته الدفاعيه، صحيح ان مهتمين جدا بالحته الهجوميه وعايزين نكسب وعايزين نجيب اهداف، لكن كمان عشان ما تصعبش عليك الامور وتزيد الامر بالنسبه لك صعوبه ان انت لا قدر الله يدخل فيك هدف، فهتبقى مهتم جدا بالحته الدفاعيه، خصوصا عندهم واحد في منتهى الخطوره اللي هو مانديلا اللي هو رقم 30، فلعيب مؤثر جدا مامادو، محمد مامادو اللي هو لعيب النيجر اساسا بيلعب ناحيه اليمين، بيلعب ممكن على علي معلول او على ايمن اشرف زي ما ذكر كابتن شريف، فمش عايزين ننسى الحته ديت، فالواجبات الدفاعيه والالتزام الدفاعي في منتهى الاهميه في المباراه دي. طبعا يمكن ارجع برضو للي قاله مستر كارتيرون وقال الحته الدفاعيه مهمه جدا بالنسبه لنا، هو دايما بيركز الحته دي بشكل جيد جدا، خد بالك يا سيد المدير الفني يعني هو بيبتدي المباراه، يمكن كابتن اسامه اشتغل في الحته دي كتير، يعني هو بيحب وبيشتغل ازاي، يعني انا لو في مدير فني يقول لك انا هلعب الاول على نقاط الضعف على الخصم اللي قدامي واشوف انا نقاط القوه، في مدير فني تاني يقول لك لا انا هبتدي اشتغل على نقاط القوه عندهم الاول اركز عليها وابتدي انا اشتغل الشغل بتاعي بعد كده، يعني النادي الاهلي فريق كبير فمن الطبيعي جدا هو بيشتغل هجوميا بيركز في الحته الدفاعيه بشكل جاد، يمكن احنا عندهم زي ما انت بتقول عندهم جبهه قويه جدا، عندهم فرود قوي، عندهم واحد بيلعب طرف يمين لعيب جيد جدا، وهم خد بالك برضو المدير الفني بتاعهم ذكي شويه، يعني هو بيلعب الكرات العكسيه في حال التقدم معلول واحمد فتحي عملها مرتين ثلاثه المباراه اللي فاتت وقدر انه يوصل ال 18 لكنه ما قدرش انه يسجل بيها اهداف يعني، بس كان فيها خطوره، واضح ان هم في تكتيك بيشتغلوا بيه، هم اكيد هيشتغلوا بيه المباراه بتاعت بكره دي اكيد، يعني ان هم هيبتدي يحضر في الهجمات المرتده السريعه ويضغط ويلعب الكرات العكسيه الطويله عشان يبقى في مساحات ورا الاثنين الباكين بتوعك، عشان كده مهم جدا 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 الاثنين اللي موجودين في نص ملعب، الاثنين برضو السنتر باكس بتوعنا، الاثنين اللي هيلعبوا سواء كان ايمن اشرف او كوليبالي او محمد هاني او كوليبالي، الاثنين اللي هيلعبوا يبقى مركزين في الحته دي بشكل جيد جدا، واعتقد ان مستر كارتون محضر الحته دي بشكل جيد، ان هو بيخلي واحد من الاثنين اللي موجودين
من وسط الملعب هشام محمد او عاشور دايما بيرحل ناحيه ناحيه اللي بيروح بيعمل هجمه سواء كان علي معلول او احمد فتحي، لان دي خطر على النادي، خاصه انك تلعب النهارده على ملعبك هتبقى فاتح الجيم بشكل كبير جدا، هتبقى انت عايز دايما ان انت في حاله هجوميه دايما مستمره خاصه في بدايه المباراه. فمهم جدا حته التغطيه من الاثنين الموجودين في نص ملعب والاثنين السنتر باكس الموجودين عندك، هاني بقى او ايمن اشرف، كنت بحبز ايمن لانه لعب سنه كامله في الحته دي ومعاه كل بالي. مهم جدا انك ما تجيش في الجون، لان لو جه في الجون زي ما قال كابتن شريف من شويه هتتصعب عليكم منه بشكل كبير جدا. فرقه هدافع بشكل جيد جدا، هيبتدوا يلعبوا بس على الكره الطويله وهتبتدي الشغل الافريقي اللي احنا مش معتادين عليه. هم فرقه جيده جدا، عندهم سرعات عندهم مهارات، ما ينفعش برضه تبقى واحد ضد واحد دي طول المباراه، لان دي بتحصل وحصلت معاك كتير جدا في مباراه هنا على ملعبك في افريقيا، انك انت في الحالات الدفاعيه في الحالات الهجوميه بتاعتك لما الكره بترتد عليك بتبقى واحد ضد واحد، ودي بتبقى خطر جدا جدا على النادي يعني. فمهم جدا الدور بتاع نص ملعب والدور بتاع الاثنين السنتر باكس. تمام كده خلاص، خلصنا فقرتنا النهارده او خلصنا حلقتنا النهارده، لكن اخد توقعات. بتفائل بيك يا كابتن شريف، تتوقع ايه بكره؟ هيلعب بهشام محمد. نتوقع النتيجه. انا نسيت الحضن اللي ان شاء الله من 3-0 ل 3-1. 3-0 او 3-1. كابتن اسامه، انا بقول برضو النادي الاهلي هيكسب فرق جونين، يعني مستريح هيكسب فرق جونين، لان انا شايف ان هم دفاعيا عندهم مشاكل كتير. اتمنى 2-0 ان شاء الله النادي الاهلي. طيب على العموم يعني مؤرخنا في ملعب الاهلي يعني محمد مصطفى قال لنا على حاجه خاصه بالادوار او الناس اللي وصلت للدور قبل النهائي، اعرضها على طول يا سمير. يعني قال لنا مجموعه من الاسماء، طبعا كان فيهم كتوكو متعادل بعدد 9 مرات، احنا عرضناها على طول كمان عشان واحد من بره مصر خالص يعني شاف هاشتاج بتاعنا بكره اهلاوي، فاعرض له برده صورته عشان يبقى الدنيا ماشيه زي الفل. بكره اهلاوي ان شاء الرحمن، نتيجه اهلاويه باذن الله، نصعد للدور قبل النهائي للمره ال 15 منفردين باكبر عدد من الوصول للدور قبل النهائي على مستوى افريقيا. احنا الاول في الوقت الحالي ب 14، لكن كمان عايزين نوصل ل 15 وباذن الله نوصل للنهائي ان شاء الرحمن، وتبقى التاسعه يا اهلي ان شاء الرحمن. تصبحوا على خير بكره في ملعب الاهلي ان شاء الرحمن الساعه 9، الساعه 9 المباراه، قبلها بساعتين هنا في ملعب الاهلي هكون معاكم باذن الله في يوم اهلاوي خالص باذن الله تعالى، والفوز للاهلي. أهلاوي دايما يا رب إن شاء الرحمن، وتعالى نكسب أفريقيا.